منذ آلاف السنين والإنسان يتساءل من أين جئنا وإلى أين سنذهب وما هي الغاية من وجودنا في هذا العالم؟ من خلقنا أو من أوجدنا أو كيف وجدنا؟ هذه الأسئلة كانت تشغل بال الناس أجمعين، وكانت الأجوبة دائما غامضة، وغالبا ما كانت الإجابة تدعي الصحة والصدق والمصداقية. لكن هذا السؤال، سؤال الوجود واللا وجود، سؤال الحياة والموت، هذا السؤال كان دائما يختصر في كلمة واحدة هي الإله. الإله بهذا المعنى هو ليس الإله الأديان بالضرورة، إنما هو الإله الذي أوجدنا أو وجدنا من خلاله أو نشعر بوجودنا من خلاله. الإله ليس بالضرورة هو متعلق بالأديان، إنما متعلق بسؤال الإنسان الأساسي عن سبب وجوده. اليوم في هذه الحلقة سأستضيف الصديق والباحث مسعد غنيم حول موضوع مهم جدا، هو وهم الإله أو الإله الشبح. وهذا الكتاب غير مترجم، هذا الشخص متخصصا في البحث عن آثار وبصمات الإله داخل المخ البشري، وكان يعتقد بأن هذا الإله الذي يؤمن به الناس أجمعين أو لا يؤمنون، ولين سيانة هو الإله موجود يعني في الذهن، سواء كنت تؤمن به أو لا تؤمن، لكنه دائما ما كان حاضرا في الحيز الإنساني أو في الجماعة البشرية غالبا ودائما، ويتخذ أشكال مختلفة. فكان هذا العالم المتخصص الأمريكي يقول أنا عندي ثقة كاملة بأنني عندما أبحث في خلايا العصبية للإنسان فكل مدركاته وحواسه هذه هي التي تولد صورة الإله داخل الإنسان، وهي التي بالتالي تنتج لنا الأديان وما يترتب على ذلك من قضايا حساسة جدا تتدخل في كل تفاصيل حياة الإنسان والمجتمعات البشرية. اليوم مع الصديق والباحث مسعد غنيم راح يقدم لنا هذا الموضوع ويستعرض لنا الكتاب أيضا وكل ما يتعلق به. فأهلا وسهلا بالصديق الباحث مسعد غنيم، وهو صديق باحث في هذا المجال، ومن القاهرة، هو مثقف واسع الاطلاع، وهو بالأصل مهندس، ولكنه يؤمن بضرورة أن نحظى بنظرة تكاملية عندما نحاول فهم الكون والطبيعة والإنسان، وعدم الاقتصار في محاولاتنا لفهم ما يحدث في خانة التخصص، إنما ننفتح على كل الآراء وكل الأفكار ونطلع على كل ما يستجد من علوم ومعارف لا تعرف. يعني كما نعرف الآن نعيش في زمن المعلومات تتسارع والحقائق تتكشف يوما بعد آخر، وهذا الأمر لم يكن سابقا بهذا التسارع الهائل. هنا يقدم اليوم المهندس مسعد غنيم قراءة لكتاب البروفيسور جون واثي عن الإله الشبح، وهو كتاب كما سترون يجمع بين تخصصات مختلفة، التخصص الأنثروبولوجي وأيضا كل ما يتعلق بالسلوك وتفاصيل المخ البشري سواء على الصعيد الطبي أو الصعيد العصبي أو العلوم الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع. فأهلا وسهلا بالصديق والباحث مسعد غنيم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ منصور، وأهلا بمشاهدينك ومشاهداتك، وأقول لهم من القاهرة عواف عليكم بالمصري. هذا الكتاب بعد حضرتك قدمته تقديم عريض الحقيقة، يمكن ما سبتليش كتير أقول عنه كمقدمة عن الكتاب يعني، لكن ممكن ألخص ده أقول إن الباحث اللي هو جون واثي بيعتقد إن الشعور بوجود إله هو وهم،
له تفسير طبيعي تماما. يبقى احنا بنتكلم عن وهم وتفسير طبيعي مادي علمي. يتعلق هذا الوهم يتعلق بالقيود الغريبة في الطفولة البشرية. الطفولة البشرية فيها قيود، وعشان كده الدراسة كلها على الأطفال. وقد اعتمد في تلك الفرضية بشكل كبير على خلفيته في علم السلوك، ونحن نلاحظ أنه هنا بيقول فرضية وليس نظرية مثبتة، فرضية قائمة زي ما هنشوف على أسس نتائج علمية. ليس هناك إثبات عملي لكل جوانب الفرضية، رغم إثبات الكثير منها خاصة في علم الحيوان، وذلك لعدم إمكانية إجراء بعض التجارب على الإنسان إلا بالمقارنة بحالة المرضى بأمراض نفسية أو المصابين في حوادث أثرت على المخ واستدعت فتح المخ البشري. وتلك الفرضية تحدد الضغط الانتقائي وراء الجانب المحب غير المشروط للإله الثنائي الوجهي. يعني إيه؟ في عوامل تطورية ضاغطة بتوجه الصفات البشرية، طولنا، حجمنا، رؤيتنا، فهمنا، المخ، التشكيل، المخ التشكيل، الدي ان ايه، كل ده في رحلة التطور بيتعرض لعوامل ضغط من البيئة واللي احنا بنسميها التأقلم والتكيف، والحياة بتبقى للأفضل. يعني نشوف الكتاب ده، صورة الكتاب ذا فانتوم جاد، جون سي واسي. مين هو جون واسي؟ احنا قدمناه. منهج المحاضرة ديت والكتاب، يعني سواء الاثنين، ان انا بقدم دي محاضرة علمية وليس دينية بأي حال من الأحوال. احنا لا نتعرض للدين ولا للشريعة ولا في داخل اللاهوت او العقيدة او الشريعة، لان هناك اكثر من 10 اديان رئيسية على الكوكب، ناهيك عن الاف الاديان الاخرى الاقل. يعني ان المنهج المتبع في الكتاب وفي تقديم هذا الكتاب هو المنهج العلمي التجريبي، حيث لا إشكالية إلا في المنهج. الناس بتختلف مع بعضها، بتختلف بسبب المنهج مش بتختلف بسبب المعلومات. يعني إزاي عرفنا المعلومات دي؟ الإبستمولوجي يعني. ومن هنا فإن العلم احنا لازم نعرف أو نتفق من الأول على أن كلمة ساينس أنه لا يتعرض لإثبات أو نفي أي غيبيات إيمانية. العلم لا يحاول يثبت أن وجود الإله ولا بيحاول ينفيه، هو بيدرس عوارض وظواهر في مخ الإنسان، وبيفترض هنا بقى الكتاب بيفترض ان الحاجات اللي بيقيسها دي هي عباره عن شبح في مخ الانسان، لانه اوريدي شايفها على الشاشه قدامه، عباره عن قراءات كهربيه بالسز في المخ يعني. والعلم، عشان احنا نوحد اللغه بيننا وبعضنا، ليس هو المفهوم الشائع في اللغه العربيه لكلمه علم بمعنى معرفه. في اللغه العربيه في ترادف للاسف، وترادف عامل لخبطه في المعرفه العلميه. علم بمعنى عرفه، بمعنى خبره، كلها في المعاجم لما نخش ندور على اللغه الثلاثه دول بمعنى واحد يعني. لكن كلمه ساينس هي اسم وليس فعل، وما لهاش فعل. ساينس از ساينس، والنولج اللي هي المعرفه لها ده نو اسم، له نو يعرف، ونولج معرفه اسم وناون. هي ليست ايضا المقصوده في اللغه العربيه بكلمه معرفه او علم، لان في اللغه العربيه معرفه وعلم حاجه واحده، وده احنا تختلط الكلمتان دون حدود واضحة، وده عامل لخبطة معرفية. العالم، كلمة عالم يعني ساينتست، لما نتكلم على جون واتس ده عالم، ليس هو الفقيه اللي هو مثلا في خريج الأزهر يقول عليه العالم فلان فلان، الشيخ العالم فلان فلان، ما مش عالم. كلمة عالم دي يعني نقول عليه فقيه، سكولر، هو فقيه في الدين، فقيه في القسيس، بيفهم في دينه، أو كاهن أو كذا، لكن ما نقولش عليه ساينتست. في الغرب ما بيقولوش أبدا على القساوسة من اول البابا لغايه وانت نازل، ما يقولوش عليه ابدا عالم، يقولوا سكولر، بيبقى دارس واخد دكتوراه واثنين وثلاثه في اللاهوت المسيحي او اللاهوت اليهودي او واتيفر، يقولوا عليه سكولر، ما يقولوش عليه ساينتست ابدا. احنا بنقول كلمه عالم بلخبطه، فاحنا دي بنحط امور بس ايه، عشان ما احنا عارفين ان جون واسلة عالم مش فقيه، مش شيخ يعني، مش كاهن، يقال عليه في اللغه العربيه، في الثقافه العربيه يعني. إنما يقدمه الكتاب هو فرضية علمية بناء على نتائج معملية زي ما قلنا قبل كده، وليست نظرية متكاملة وانتهت لسه، إن العلم لسه في بداياته. منهج المحاضرة ده الملخص بتاعه بالكامل. الغرض من الكتاب طبقا لجون واثي نفسه، هو بيقدم نقطتين اثنين، الحقيقة مش ثلاثة، ثلاثة بغلط، نقطتين اثنين. هيقدم مفهوم كونسبت اسمه الإكراه الديني، وهنشوفه مع بعض، ريليجن كومبالسن، ريليجيوس كومبالسن.
والكونسيبت الثاني هو اشباح الدين او ريليجيوس فانتومز، وهنشوفهم مع بعض دول ايه. دي الفرضيه بتاعت الكتاب. كيف يسعى الكتاب الى طرح الفرضيه بقى؟ بيسعى كيفيه بتاعتها بتفسير طبيعي مؤسس على نتائج تجارب علميه في الاتي: البيولوجيا الايفولوشنري بيولوجي، في علم السلوك سواء الحيواني او الانساني، في علم الاعصاب والدراسات كلها والدراسات الحديثه على المخ وهي بتتسارع زي ما قال الاستاذ منصور. الفرضيه دي بتتكون من ثلاث اجزاء، يبقى دول الثلاث فرضيات العلميه اللي مؤسس عليهم الكتاب. الفرضيات نفسها مكونه من ثلاث اجزاء كلها بتنتسب الى وترجع، والكور بتاعنا جوهر الكتاب كله هو علاقه الطفل بالام، سواء هذا الطفل في حيوان اللي هم اسلافنا من الحيوانات من اول القشريات للزواحف للقرود للطيور اللي هي الديناصورات لغايه الانسان الحالي. يبقى دي ده الكور بتاع او ده جوهر الموضوع. الرضيع حديث الولاده، الفرضيه الجزء الاولاني في الفرضيه ان الرضيع حديث الولاده لديه نموذج عصبي غريزي لامه انت نيورال موديل اوف ذا ماذر. ده هنا ده اول فرضيه، ان هناك انيت نيورال موديل اوف ذا ماذر، يعني نموذج عصبي غريزي موجود في دماغ الطفل للام، يعني الطفل بيتولد بمعرفه بام اوريدي. الفرضية الجزء الثاني من الفرضية ان الدوائر اللي هي النموذج العصبي المخ ده في المخ ده التي تنفذ هذا النموذج الغريزي للام بتنتقل وتستمر الى مرحلة البلوغ. الطفل بيكبر يبقى رجل او امرأة، بتبقى موجودة الدوائر في دماغه ما بتختفيش، ولكن عادة ما تكون نائمة، يعني في الغالب هي نائمة، ولكن يمكن ان تؤدي هذه الدوائر في البالغين اللي ما الكبروا مش اطفال يعني الى الوهم بالشعور حضور كائن محب اللي هو بدل الام. يبقى الثلاث حاجات، الرضيع حديث الولاده عنده نموذج عصبي اوريدي، يعني سوفت وير في المخ موجود مولود به نتيجه التطور عبر ملايين السنين من اول الخليه الحيه لغايه الانسان، ان الدوائر دي بتنتقل بتستمر مع وجود الانسان لما يكبر في السن ويبقى بالغ بس نايمه عاده، وان الدوائر دي هي اللي بتسبب الوهم بالشعور بحضور كائن محب اللي هو الاله، خاصه في حالات الضعف والانكسار والعوز. دول الثلاث اجزاء بتوع الفرضيه اللي هنناقشهم معاك في الكتاب. اول جزء اللي هو الفكره الاولى اللي بيعملها ريليجيوس كومبالشن اللي هو الاكراه الديني، الدراسات اللي فيه على الاطفال اول نتيجه واضحه في دراسه الاطفال ان الطفل زي ما في الصوره موجود دلوقتي ما بيتولد بيصرخ وبيرفع ايده لفوق، دي من 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 الدايره بتاعت الام اللي في دماغه، ده سوفت وير هو بينفذه بيتحول الى سلوك. يبقى شعور في المخ نتيجه الدائره الكهربائيه في المخ بيتحول الى سلوك، الى موفمنت في او ايثولوجي في الحركه نفسها. وهنلاحظ الصوره المقابله ليه في الاسقاط بقى على مفهوم الاله من مفهوم الطفل مع امه الى مفهوم الاله، ان الناس اللي احنا شايفينهم دول رافعين ايديهم في كل الاديان بيرفعوا ايديهم في اي معبد في اي كنيسه في اي جامع اي اجتماع ديني في مكان ما بيرفعوا ايديهم لفوق الى السماء لهذا الاله اللي في السماء. هي حركه غريزيه موجوده في المخ تنتقل مع الطفل الى الكبير، وده احد الادله عليها. يعني النموذج العصبي العمومي الفطري في المخ ده الطفل حديث الولاده بيبقى ايه هو النموذج العصبي ده؟ المناحي بتاعته ايه؟ ان الطفل حديث الولاده يعرف ان امه موجوده، هو نازل عارف في دماغه عارف ان امه موجوده، زي ما انت كده عارف مثلا ان انت عارف ان في البلكونه عندك في زرعه، انت قاعد ما انت شايفها لكن عارف ان في البلكونه فيه شاليه زرع، هو الطفل عارف ان امه موجوده وهو لسه في بطن امه ونازل. دي بتقابل ايه في الاسقاط على موضوع الاله؟ قوة الإيمان والوجود المحسوس بالإله، ممكن في إحساس الإنسان بأن ربنا موجود معه، لك ربنا حاسس أن ربنا معاه. الحاجة الثانية اللي الطفل بيعرفها وهو نازل أنه بيعرف كيف ترعاه، أن أمه دي عارفة كيف ترعاه، يعني هو متأكد وعارف أن هي هترعيه إزاي، مطمن كويس جدا، ودي تقابل معنى الإله المعين الإله المساعد.
ان امه، الحاجه الثالثه ان امه قادره على مساعدته، يعني تقابل الاله القدير انها قادره على مساعدته، يعني مطمن تماما انها تقدر على قدر المسؤوليه. يبقى هنا الاطمئنان الكامل، كل ده موجود في دماغه وهو لسه مغمض عينه ونازل من بطن امه، ان امه دي ترغب في مساعدته، ان هي مش مجرد انها تقدر وتعرف ومش عايزه تساعده، لا هو عارف ان هي عايزه تساعده، عارف ليه؟ المعرفه دي موجوده في المخ، وكل ده نتائج ابحاث علميه على المخ البشري، مش اراء مش تصورات. ان عارف اخر حاجه ان امه ستساعد عندما تسمع صراخه، عارف ان طريقه ان هو يطلب منها الحاجه انه يصرخ. فدول خمس حاجات الطفل حديث الولاده نازل مولود عارف بقى. وده موجود في الحيوانات الثديه وموجود في في في, في البشر بنفس الاماكن في المخ زي ما هنشوف مع بعض. يبقى ده النموذج العصبي الأمومي الفطري في المخ الحيواني. هناك معلومات فيسيولوجية لدى الطفل، يعني معلومات أدية لدى الطفل، مش مجرد معرفة في دماغه بس، عن توفير الغذاء من خلال حلمات صدر الأم، بيتعرف على دي فيسيولوجي فيزياء، بيحس بيها، بيشم الرائحة، غير أنه عارف أنها موجودة، هو بيشم ريحتها، عنده القدرة يشم ريحة أمه، وعنده القدرة والمعرفة أنه بيلمسها باللمس، يلمس يعرفها. والتذوق، انه بيتذوق السادي بتاع امه، الحلمه بتاعت السادي، او وعشان كده بيتجه اليها ويطبق فمه عليها ويتذوقها، هو عارف الطعم ده ليه، يعني مسجل في السوفت وير في دماغه برضو ليه، من ملايين السنين من التطور، عارف نغمه الام، النغمه الانثويه بتاع صوت الام، اما تهدهده او تغني له او تكلمه، هو عارف الصوت ده، عنده مخزون في دماغه في النموذج العصبي ده من ملايين السنين من تطور الانسان. وعنده كمان صوره تقريبيه لوجه الام، عارف انه وجه الام ما احنا شايفين تحت كده، مش لازم صوره دقيقه لوجه امه بالذات، ولكن عارف وجه الام بصفه عامه شكله ايه، برضه نتيجه التطور. يعني الموضوع التطوري بقى، عشان احنا نعرف الانسان او عشان جون واثي يدرس هذا الموضوع ويطلع بنتائج علميه فرضية علمية مبنية على أسس علمية مضبوطة، فلازم ندرس الحيوانات. فدرسنا مثلا السلاحف، يعني كنوع من الحيوانات اللي الزواحف، يعني نقدر نعرف منها الصفات المشتركة بيننا وبينهم في المخ، لأن المخ بتاعنا هو تطور لكل أنخاخ الحيوانات اللي احنا والكائنات من أول خلايا الحية لغاية عندنا احنا، هو سلسلة واحدة كلها. السلاحف المولودة لديها نموذج غريزي لأضواء المحيط، عندها في مخها، ما عندهاش بقى النموذج بتاع الأم، لأن أم السلحفة ما ترعاهاش، أمها الأم السلحفة بتحط البيضة وتسيبها خلاص، انتهى دور الأم كده، فما فيش نموذج عصبي للأم إنها محبة وموجودة وبترضع، ما فيش رضاعة، ما فيش سابته للطبيعة. هو بقى عنده نموذج المقابل بقى للنموذج الإنساني، إيه؟ عنده نموذج غريزي لأضواء المحيط، وده برضو بنتيجة التطور عبر ملايين السنين، هو عارف السلحفة الصغيرة عارفة المحيط فين، هي بتفقس البيض على الشط، بتتجه مباشرة للمحيط وتجري على المحيط، ايه؟ بالضوء بتاع المحيط، هي عندها النموذج ده، موديل في المخ، innate model، innate visual model of the ocean. كمان الضوء الصناعي، لو في ضوء صناعي عبارة عن مدينة، لو نزلت على الشط، في مدينة وراها منورة وفي قدامها محيط بنور، لو ضوء المدينة أكبر من ضوء المحيط بتلف وترجع وتروح ناحية المدينة وبتموت. وعشان كده الناس بتجمعوا في معظم الحتة اللي بتبيض فيها سلاحف، بيعملوا فرق مخصوصة بتساعد السلاحف عشان ما تتجهش ناحية المدينة ويودوها ناحية الإيه. إذن يمكن لهذا المخلوق اللي اسمه السلحفة إن في ضوء مش حقيقي، مش هو ضوء المحيط، يسبب له وهم ان هو ده المحيط. دي بقى كلمه الوهم بقى. اذا الضوء الحقيقي بتاع المحيط هو ده اللي بيبقيه على الحياه. ضوء المدينه الوهمي ده اللي هو مش محيط، ده مدينه، ده ممكن يسبب انه يموت. ده بقى مفهوم الوهم اللي احنا هنشوفه، كيف يتمثل الدائره اللي في المخ الى وهم لكن ليس حقيقه. الدائره اللي في مخه محيط لكن اللي شايفها مدينه وبيمشي وراها. الام كمان السلاحف الام عندها القدره بتعمل نافيجيشن او بتعمل سياحه في المحيط الاطلنطي وبتلف كله وبتنقل الاماكن اللي بتبيض فيها طبقا للمولود اللي فيه.
لكن لو حصل خلل في المخ، لان هي بتلف المحيط بغريزه انها بتستخدم المجال المغناطيسي للكره الارضيه، لو حصل خلل في خلايا المخ مش حاجه تانية، بتلخبط، ما تعرفش البوصله وباظت. اذا الموضوع كله في المخ. الاجبار بقى هنا، المخ ده بيجبرنا، المخ اكبر الطفل على انه هو يحس بامه، يحس بوجودها ويشوفها ويلمسها ويرضى منها. كل ده ما كانش عنده حريه تصرف، هو مجبر على هذه التصرفات لان ده برنامج عنده زيكم زي الجوريثم في الكمبيوتر بينفذه، بيصرخ ويمد ايده لفوق ويقرب منها ويمسك صدرها والام ببقه زي ما نقول بالمصري، ويرضع ويشم ويعمل. كل دي تصرفات مجبر عليها. الاجبار مش سلبي في الحياه، الاجبار سلبي وايجابي. الاجبار الايجابي الاكل، احنا مجبرين على الاكل، ما نقدرش ما ناكلش. اول ما نجوع بنقوم نجري على الثلاجه، نقوم نجري ايه ونصوت لماما ونقول فين الاكل يا ماما. الشرب الميه احنا مجبرين عليه من المخ. التزاوج ملناش اي خلف التزاوج، كلنا عارفين هذا الكلام في الشبق والجنس. الصراخ بتاع الطفل زي ما احنا شفنا، الرعايه بتاعت الام مجبره على انها تراعي طفلها. ليه؟ لانها دايره في المخ مقابله للدايره بتاعت الطفل، دايره عصبيه كهربيه في المخ. فمن هنا لازم عشان ما نقدرش ندرس على الانسان ونمسك اطفال ونقطع مخهم، فبنعمل دراسه على الفئران يمكن ان تظهر لنا ان نبحث داخل المخ الانسان. وتم اختيار الفار لان الفار مش ثدييات، ما هوش قشريات زي السلحفه، ما هوش طائر مثلا زي البيبيض زي ما هنشوف بعد كده، انما هو ثدييات. واقرب ما تكون ان احنا مشتركين مع الفئران تقريبا في جينات حوالي 80%، ومشتركين طبعا مع القرد حوالي 99%. فده دول انسيستر، دول اول انسيستر، دول اسلافنا اللي احنا تطورنا منهم. الكلام ده طبعا لبعض الناس اللي هم بيحكم عليهم فهمهم الدين ان في خلق وفي ادم وكلام كده، هذا الكلام يعتبر غريب عليهم وممكن بيه يسقطوا عليه مفهوم التكفير وكلام كده. لكن انا بقرر تاني، انا بقدم العلم، لا اقصد به نفي ولا اثبات دين ما، او اقلل من قيمه دين ما، او ازود من دين ما. سكوت الطفل عن البكاء بعد تلامسه مع امه امر مزروع زي ما شفنا بالفطره في المخ البشري، ولكن كيف يمكن التاكد من ذلك بالتجارب على الحيوانات الثدييه؟ احنا قلنا هنعمل تجارب على الفئران، وهنمسك اول حاجه دلوقتي الطفل لما بيبكي ده مزروع في مخه. طب نثبتها ازاي انه مزروع في مخه؟ اثبتوها العلماء بالتجارب على الفار، لان احنا مشتركين مع بعض 88 او 80% من الجينات. احنا دلوقتي هنشوف كيف تطور صغار الفئران طرق استجابه لامهم من خلال التعلم. الاول الفار بيبقى مولود بالدايره اللي هي بتاعت الام في دماغه، ده عباره عن معرفه نولج انت نولج في دماغه. بعد كده بيبقى فيه سلوك، فيه بيهافير، يبقى فيه شقين للموضوع عشان ايه تكتمل منظور الحياه. يبقى فيه معرفه سابقه مسبقه في المخ بتاع الانسان او الفار في الحاله دي، وفي نفس الوقت عنده قدره على انه يتعلم. من خلال التعلم يقدر يعرف يعمل يستجيب لامه ازاي، فبيضيف معرفه بالتجربه الى معرفه بالسلوك والمعرفه الى المعرفه الفطريه. يبقى عندنا نوع المعرفه نوعين، معرفه فطريه ومعرفه تجارب، وكل البشر كده وكل الحيوانات كده وبيتعلموا من خلال التجارب. يعني الانسان او الحيوان ما بيتولدش بكل معارف عن الدنيا دي، لا، هو بيتولد عارف امه بالذات، عارف الحاجات اللي تبقي على قيد الحياه، امه وكيف يتعامل معها وكيف يصرخ عليها ويناديها، وبعدين يتعلم بقى ازاي يتعامل مع امه ويتعامل مع المحيط اللي حواليه وكذا. اللي علمين ده اللي شايفينه ده عباره عن رسم بياني للتجارب اتعملت على 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 على, 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 على الفئران. في حاله ان الفار يبقى جنب امه او بعيد عن امه وجربوه، العلماء جربوه عملوا الاتي. جابوا الصوره اللي تحت دي، جابوا فاره نايمه، ام فاره نايمه، وجنبها في فار صغير نايم جنبها، بس مش واضح في الصوره عشان الشاشه فيه بتاع الشيرنج واقف عليها. فالصوره دي في فاره نايمه وتحتها هنا في فار، الفار الصغير ده صاحي لكن شاعر بوجود امه، رغم ان امه لا بتندع عليه ولا بتخربشه ولا بتلحسه ولا بتعمل له حاجه،
ففي الحالة دي هو نايم، في الحالة دي بيبقى الحالة بتاعته نايم ومستكين ما بيصرخش. احنا مش عايزين نشوف الصريخ بيتم امتى وازاي في المخ. طبعا بنقيس التجارب دي بيتقاس المخ، المخ الفار بالظبط، والكراين، وبيتقاس الصراخ بتاعه بيتسجل، بيتسجل بمنتهى الدقة. اول ما بنبعده عن امه اللي هي الحاله 2 دي، بنبعد عن امه مش موجوده جنبه في الحاله 2 دي، ف بيبتدي يصرخ. الصريخ بتاعه الصوت بتاعه بيوصل لدرجه 200، ده الكراين جريد بتاعه. ده بعد ثلاث يقعد يصرخ 3 دقائق، بيسيبوه يصرخ 3 دقائق في التجربه، بيتنوا يصرخ عند هذه الدرجه على المستوى ده، ما بيعليش ولا بيوطي، تنوا مستمر. بعد كده بيقربوه من امه تاني اللي هي الوضع رقم 3 تحت ده، بيقربوا منه برضه، امه نايمه مش صاحيه، بس مجرد بيحطوها جنب منه بيستشعر وجودها، يستشعر وجودها وينطلق ويسكت، يتنه الصريخ بتاعه او الصوت بتاعه واطي، يهدي من صوته خالص، بيوصل تقريبا للصفر تحت يعني. بعد كده بعد ما بنجيب لامه بناخد نشيل امه تاني، نوصل في الوضع الرابع، او بنشيل امه من جنبه تاني بيصرخ. بس المره دي بيصرخ ازاي بقى؟ بيصرخ بضعف الصوت اللي قبل كده، بيستشعر عدم وجود امه فبيزود الصريخ. ده بيسموه ماترنال بوتنشيشن، او اللي هو احساسه انه فقد الامكانيه الكامنه لرعايه الام. هو الاول هنا لما شال امه من جنبه ما كانش كان عارف امه جنبه ومشيت، فما فيش مشكله هترجع له تاني. لكن لما قعد 3 دقايق يصرخ وبعد كده جابوا له امه جنبه تاني، اطمن، لكن كان منزعج من هذه الفتره. اول ما شال امه تاني راح مزود الصريخ بقى بالتجربه الثانيه، بيزود الصريخ بقى بضعف، بيسموه ماترنال بوتنشيشن، يعني الرعايه الكامنه في الام. دي موجوده في مخ الفار، التجارب دي عملوها على عديد من الفئران ونفس النتائج كل مره بالظبط. لازم يصرخ بصوت الضعف، يعلي النغمه بتاعته الضعف. ليه؟ ده عشان هو عايز يتاكد من امه رعايتها كامنه، يضمنها، عامل ضمان ليها. ان ظاهره الرعايه الكامنه دي للام هو خاص بالام فقط مش حاجه تانية. يعني لو جبنا فار الاب او جبنا اي حاجه تانية او حطينا الفار ده مع اخواته في الـ في الـ في القفص او في العش، ما بيرجع تاني يصوت هنا، بيبقى الخط الازرق ده لو حطيناه مع الاول بعدناه عن اخواته يصرخ يبقى كده، حطيناه مع اخواته تاني يبقى كده، اما بنرجعه مع اخواته تاني يبقى من اهو بس ما بيطلعش لفوق. اذا عمليه الماترنال بوتنشيشن دي اللي هي امكانيه الدعم من الام، ده خاص بالام فقط مش بحاجه تانية. ده كل ده فين؟ كل ده في المخ الفار. هنا عايزين نربط بقى ان ظاهره الرعايه الكامنه لدى الام يمكن ان يكون نموذجا حيوانيا مفيدا لفهم وجود الوجود المحسوس. ودي الفرضيه الثانيه اللي قالها جون واث، هو افترض ان هذا النموذج لدى الام عند الحيوان اللي هو الفار ده ممكن نطبقه على اللي موجود عند الانسان وهو الطفل الصغير او الكبير، انه الوجود المحسوس بامه او الوجود المحسوس بالاله لما يكبر. دي هي دي الفرضيه. اتاكدوا من الفرضيه دي ازاي؟ عملوا تجارب كتيره جدا، انا مش هطول كتير في الشرح في داخل المخ عشان ده موضوع تخصصي، وانا اصلا مش ما هوش تخصصي، انا ناقله يعني، ولكن ناخد فكره عامه عن جديه ودقه وصرامه التجارب العلميه في اثبات هذه النتائج او في وضع نتائج في خدمه الفرضيه بتاعه البروفيسور جون واطيا. فده مقطع في الفار، في مخ الفار على مستوى النواه المتراكمه، بيسموها النواه المتراكمه اللي هي النيوكلس اكامبس. تجارب، عملوا تجارب على الادراك، كيف يدرك الوجود المحسوس حواليه والسلوك المبني على الادراك ده. دايما بنتكلم على حاجتين اثنين، ادراك يعني كوجنيشن، وسلوك يعني بيهيفير، وهو ده دي 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 دي, دي البيولوجي، حركه البيولوجي الانسان. بندرك الشيء، عايز اشرب ميه بجيب الكوبايه الميه اشرب، الادراك ان انا عطشان، مخ بيقول ان انا عطشان، جبت الكوبايه اهو وشربت، بقى في ادراك وفي سلوك. عملوا تجارب انهم حقنوا كميه صغيره من ماده اسمها كوينبيول. الكوينبيول دي قريبه من الدوبامين، بيحقنوها
في النواه المتراكمه نيوكليس اكامبس اللي هي دي في ده مخ الفار، ده مقطع عرضي في مخ الفار بيحقنوا كميه صغيره من ماده الكونبول، دي بتسبب زياده استقبال الدوبامين. وهنشوف ايه الدوبامين بيعمل ايه. الدوبامين ده هو الحاجه اللي بتريحنا نفسيا اما بنجري ناكل نجيب الشوكولاته او نجيب الايس كريم، ليه؟ لانه بيولد الدوبامين في مخنا، بنستمتع بيه، بنمارس الجنس عشان بيعمل لنا دوبامين في دماغنا. اللي بيروح يشربوا مخدرات عشان يجيب لهم دوبامين. الدوبامين ده هو حاجه له اكتر من وجه، لكن اهم وجه ليه ان هو مكافاه للانسان انه ما بياكل ويشبع الدوبامين بيجي في دماغه. اذا رساله نجاح او مكافاه، في مكافاه الجسم بيكافئ، لانه هو لو مثلا على سبيل المثال لو انا جبت مثلا اكل بايت او حامض مثلا وريحته وحشه وشكل كده وجيت اكله، جسمي هيلفظه وهتفه. في الحاله دي الجسم ما استفادش بالاكل وبالتالي ما ولدش دوبامين، ده ولد انزعاج. لكن لو هي حته شوكولاته اكلها على طول المخ يكافئني يقول لي ايوه انت شاطر، انت اكلت، انت كده هتعيش، انا عايزك تعيش. ما هو المخ عايزنا تو سرفايف نعيش، فما باكل بيكافئني. اما مارس الجنس بيقول لي ايوه شاطر، خد مكافاه دوبامين عشان انت هتخلف، عشان هتزود القبيله. هو ده دور الدوبامين في المخ، ودوره كبير قوي، ده مش موضوع يعني، لكن ممكن يتعامل فيه الاستاذ ناصر يعمل الموضوع عليه يعني. فاحنا بنقول بحقن كميه صغيره من ماده الكونبيول في النواه المتراكمه النيوكليس اكامبس اللي هي الحمراء دي، يسبب زياده استقبال الدوبامين، مما يسبب اختفاء اعراض الرعايه الكامنه لدى الام. اول ما الدوبامين بيخش في مخ الفار بتختفي الماتيرنال بوتنشيشن اللي هو كان مدرك ان امه جنبه ومستنيها، لانه خد الدوبامين خلاص. هو كان بيصرخ، فلما يصرخ المخ بيورد الدوبامين. احنا لما ادينا له الدوبامين ما بيصرخش خلاص، هو مطمن مستريح. فدي خدعه في التجارب بتتعمل عشان يتاكدوا من دور الدوبامين في السلوك بتاع الايه بتاع الفار. في عندنا حاجه ثانيه اسمها البازل جانجليا، يتضمن اللي هي الزرقاء دي مرض باركنسون اللي هو اللي بيجي البشر، هو عباره عن الموت التدريجي للخلايا العصبيه المنتجه للدوبامين التي تقوي الجزء الخلفي من القاعده اللي هي البازل جانجليا. الدوبامين لما ما بيوصلش للبازل جانجليا اللي هي الزرقاء دي، بتبتدي الخلايا تموت نتيجه عدم وصول الدوبامين ليها، نتيجه عدم الجسم ما بيغذيش بالدوبامين لاسباب كتيره جدا، اسباب مرضيه، اسباب فحتى اسباب ماديه، مش لاقي ياكل، انه مكبوت من الجنس، مش عارف يمارس الجنس كده. فالخلايا العصبيه هنا بتبتدي تموت عشان نتيجه عدم وجود الدوبامين. برضو دي عشان نفهم العلاقه ما بين البيزر جنجليا دي والنيوكليس اكامبس، يعني الـ انا نسيت الترجمه بتاع العقده القاعديه ديت والبزل الجنجليا دي، الاثنين العلاقه بينهم ان هم يعتبروا جزء واحد بس جزئين. الدليل على كده على ان الدوبامين هو سبب من اسباب موت الخلايا في مخ الانسان وبيعمل مرض باركنسون، ان يمكن تخفيف اعراض مرض باركنسون كثيرا لفتره من الوقت عن طريق ادويه تزيد من مستوى الدوبامين في المخ. مجرد ما يدوا له ادويه تزود الدوبامين تخش على الجيجا الانجليا ديت جنجليا، بتبتدي تختفي اعراض باركنسون. اذا تم تحديد المنطقه اللي في المخ اللي هي بتسبب امراض باركنسون. طب احنا بنعملها ايه علاقتها بينا دلوقتي؟ احنا دلوقتي عايزين نشوف العلاقه ما بين الادراك بتاع الام والاحساس بيها، او الادراك والاحساس بالاله، والسلوك اللي بيتم بناء على كده ايه. فاحنا لو ادينا السلوك مربوط بالمكافاه اللي المخ بيعملها بالدوبامين، فلو هو احنا ادينا له الدوبامين ما بيسلكش سلوك عادي، لو نحقنه بيها خلاص هو مش هيعمل حاجه. هنشوف ازاي تدي يعمل ايه بقى. يشمل مرض باركنسون جزء من العقده القاعديه، دي اسمها العقده القاعديه، التي تتصل بالقشره الحركيه للمخ اللي هي الموتور كورتكس. اذا سلوك الفار او سلوك الانسان مربوط بالدوبامين انه يروح في العقد القاعديه او البيزل جانجليا دي، راح لها دوبامين بتستريح، ما بتصدرش اوامر بالحركه،
بتصدر أوامر بالحركة عشان في مكافأة، لو ما عندهاش ما بتصدرش أوامر للحركة للموتور كورتكس. إذا السلوك مربوط بالإدراك، الإدراك فين؟ هنا في البيزل جانجليا. والسلوك بيتم عن انها بتبعت اشاره بالاعصاب للموتور كورتكس، يعني زي دراعي كده انا بحركه، فمخ بيدي اشاره لدراعي بناء على القرار اللي خده في دماغي، بحرك دراعي كده، هو ده الموتور كورتكس او الجزء اللي في المخ اللي بيحرك العضلات. تجارب برضو، انا كل ده بستعرض بتفصيل شويه معلش، يعني التجارب العلميه ومدى شمول وتنوع وغنى التجارب اللي بيعملوها عشان يتاكدوا من هذه الفرضيه. مستوى الدوبامين في النواه القاعديه اللي هي بيزل انجليا يتحكم في تحفيز السلوك زي ما قلنا، يحفز انه يتصرف او ما يتصرفش. في تجربه لفأر، فأر تم تعديله وراثيا ليكون غير قادر على تخليق دوبامين، يعني اثروا في الجزء الاحمر ده بحيث ما يخليش الدوبامين يتخلق في المخ. فاللي حصل ان الفار فقد الرغبه، ما عندوش حافز لان ما فيش دوبامين، ما فيش مكافاه، فامتنع عن الاكل بالتاثير على النواه القاعديه حتى قرب على الموت قبل انقاذه. يعني التجارب بيعملوها بيدوا له اكل ما ياكلش ما ياكلش ما ياكلش، ليه؟ لان هم حطوا الدوبامين في الايه، انه في النواه القاعديه، فما عندوش اي حافز خلاص، هو خارج المكافاه بتاعته، لدرجة ان هو يموت، يعني مش مدرك ان هو بيموت. ليه؟ لانه عنده في مخه ان هو واكل ومبسوط وزي الفل، ما عندوش مشكلة. وده بقى ده الادمان بقى، مين يخش على الادمان بعد كده. يبقى كده وضحت العملية ان في ادراك وفي سلوك، والاتنين مربوطين بجزئين في المخ اللي هي النواة القاعدية اللي هي الجيجل بيزل جانجليا، او التانية دي انا بنسى اسمها دايما، اللي هي نيوكلس أكامبس الحمر دي. نفس الموضوع ده عملوا تجارب برضو على الطيور في الغناء، بيغنوا لبعضهم في التزاوج بتاعت الطيور. الطيور بتغني لبعضها، والأنثى بتختار الذكر بناء على التناغم بتاع صوته وحلاوة صوته وكلام زي كده. وبيجي ذكر تاني يتخانق مع الذكر ده، بيبتدوا يصوتوا لبعض ويتخانقوا مع بعض. هذه التفاعلات الصوتيه كلها جايه من دايره في المخ بتجبر الطائر ده على اصدار هذا الصوت، ودايره في المخ عند الانثى بتستقبل ده وتعمل تنغيم. يعني هنا مش هنخش في التفاصيل، بس المقصود ايه؟ ان هذه الدوائر مش بس بتحس على الحركه نفسها، انما كمان على الصوت، يعني في حركة العضلات. يبقى الدائرة الكهربية اللي في المخ بتاعت الأم دي ممكن تخلينا نحرك إيدينا بناء على الإدراك معين، ناكل أو نشرب أو نعمل، وممكن تخلينا نطلع صوت ونغني. يبقى دي حاجتين اتنين من السلوك اللي بيطلع نتيجة النموذج العصبي للأم في المخ، في مخ الطفل يعني. كمان مش بس في الطيور، تم العثور على شيء من هذا القبيل برضو في أدمغة المفصليات للأنثروبودز. الأنثروبودس اللي هي زي العناكب والصراصير والحاجات اللي شايفينها دي، الحشرات اللي في الأرض اسمها أنثروبودس، تشمل الحشرات والعناكب والقشريات. برضو عملوا التجارب بنفس الطريقة بإيه، بيأثروا عليهم في نفس الأماكن بتاعة المخ دي. النواة النيوكلاس أكامبس، النواة المتراكمة اللي بنساها دي، هي مركز إدمان المخدرات بقى. لان الانسان لما بيدي الحقن المخدر ده دوبامين، يعني معادل للدوبامين، فبيخش على الايه، على النيوكلس اكامبس اللي هي الحمراء اللي تحت دي، بيبتدي بقى يدخله في حاله اللاوعي وحاله ان هو منعزل عن الدنيا ومبسوط جدا 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 جدا، اذا كان جعان ولا مش حاسس باي حاجه خالص، هو بيسعى الى هلاكه عن طريق هنا. ده التخدير، ده الادمان. ايه علاقه ده بالنموذج الفطري للام ده بالدين؟ لان هنلاحظ ان الدين، مفهوم الدين ومفهوم الاله، مفهوم التعلق باله، والدوبامين اللي بتعمل في المخ، تاثير الدوبامين اللي بيعمل فيه النيوكلس اكامبس النواه المتراكمه ديت، متشابه تماما في حاله الشعور الديني او الشعور ان في اله محب رحيم هيعملني، بيسبب مجال بالراحه. إذا مجرد الشعور
بان في اله محب وقادر وهيساعد ويعمل زي الطفل بالظبط، اول ما بيحس بامه بيسكت. فالانسان اللي هو بياخد المخدرات دي بيهدى نتيجه الحقنه، والمتدين بيهدى نتيجه التواصل او المديتيشن او التبتل او الصلاه او الرقص في بعض الممارسات او ترتيل الايات او النصوص المقدسه. كل السلوكيات الدينيه دي بتاثر على الدوبامين في نفس المنطقه دي. اذا في توازي كامل ما بين سلوك الحيوانات وسلوك الانسان في المخ البشري، وما بين المخدرات وسلوكها، في التشابه هنا، ومع والدين كله عباره عن دوبامين في النيوكلس اكامبس اللي هو النواه المتراكمه. نرجع هنا بقى نلخص الكلام ده، فبنقول بقى النواه المتراكمه اللي هي الزرقاء دي النيوكلس اكامبس هي مركز الشوق الى الام من ناحيه والى الاله من ناحيه ثانيه. يبقى الفار او الطفل بتاع الام بيسعى الى امه نتيجه هذا الادراك من جواه، فين؟ في النيوكلس اكامبس. وفي نفس الوقت الاله برضو بنشعر بيه في النيوكلس اكامبس. لما عملوا تجارب بقى على القساوسة وعلى الناس اللي بتصلي وكلام زي كده، فلقوا نفس المركز ده بينور في المخ زي ما بينور في مخ الفار او مخ الطفل الصغير اذا كان بيقيسوه، ومخ الانسان المتدين اللي في حالة تبتل او في حالة ممارسة اي شعائر دينية. في تجربة عملوها على طائفة المرمون، ودول في غرب امريكا في كاليفورنيا بالذات، بيجيبوهم ويحطوهم تحت يخليهم يمارسوا شعائر دينيه معينه، يصلوا مع بعض، يقروا مثلا في الايات في الانجيل وكلام زي كده، او يقعدوا في حاله تبتل، ويقيسوا النشاط العصبي في المخ عندهم هم. فالنشاط العصبي بيبقى في قمته عند الاحساس بروح الاله. لما هم يبتدوا يحسوا بوجود الاله اللي هم مؤمنين به، بيبقى النشاط العصبي في هذا المركز النيوكلس اكامبس بيبقى في قمته، اللي هي الحته دي النيوكلس اكامبس. تم رصد هذا النشاط قبل 1 إلى 1.5 ثانية قبل الإحساس به. بمعنى إيه؟ قبل ما الست الأم أو القديسة أو الأسيس أو الأسيسة تحس به هذا، أو قبل هي ما تحس بالوجود الإله اللي عندها هي، الكمبيوتر بيحس به، أجهزة الإحساس بتحس به قبل هي ما تحس بثانية لثانية ونص. إذن مصدر الإحساس بوجود الإله ده ما جاش من عندها، ما جاش هي من ارادتها هي، لا ده من دايره اللي في المخ اللي احنا قلنا اللي هي دايره الاموه الفطريه اللي في المخ. التجربه دي من اهم التجارب المعموله، والدليل على ان هي بايه، بيتقرا وبيتنور المخ في الشاشه قبل ما هي الست او الراجل اللي قاعد يصلي يشعر. هو هم يقولوا له اول ما تشعر قول، هو بيقعد ثانيه ونص وبعدين يقول، هم بيكون عرفوا قبل ما يقول. إذن الأساس في المخ. إحنا قدامنا دلوقتي ترابط مثير للاهتمام وغموض مستمر، بمعنى إن العلماء لم يكتشفوا كل حاجة، ما قالوش إن إحنا مسكنا كل حاجة بإيدينا. هم عملوا تجارب كتير وحطوا فرضيات، والفرضيات دي بيلموها بعضها في بعض الغرائب في بعض المناطق الجاه، وهكذا العلم دايما بيبحث المجهول يعني. فإحنا شفنا التجارب اللي اتعملت على الفار اللي بنخلي امه جنب منه ولينا بعيد عنه، وهنرجع نصرخ بالضعف اللي هي الماتيرنال بوتنشيشن اللي هي الرعايه الكامنه في الامومه. وشفنا القياس اللي في المخ اللي بيطلع بثانيه وثانيه ونص قبل ما صاحب التبدل الديني بالاحساس بالاله يشوف. دول حاجتين اثنين، دي تجربه على فار، ودي تجربه على انسان متدين قاعد في الكنيسه او في المعبد يتبدل. الاثنين مع بعض بيترجموا في النيوكلس اكامبس هنا اهو الاثنين. يبقى الاحساس بالاله بريزنس سنس بتاع الاله، والاحساس والتعلق بالام، الاثنين حاجه واحده. القياس اللي احنا لان احنا اسقطنا التجارب على الفئران، اسقطناه على الطفل الصغير اللي احنا عملنا مقارنات وتأكدنا منها. بالمقارنه بالانسان المتدين وفي حاله التبتل او حاله ممارسه الشعائر الدينيه، نفس الاحساس، نفس المركز في المخ، ونفس قراءه الاشارات. يبقى دي الترابط بقى. هنا جون واث بيقول ترابط مثير للاهتمام وغموض مستمر. غموض بمعنى ايه؟ احنا بنتكلم عن شبح، يعني مش يعني ما مسكناش في ايدينا الشبح ده، يعني الراجل القسيس المتدين ده او التقي المتدين ده، سواء قسيس او هندوسي او مسلم،
قاعد بيقرا قران ومتبتل وكم كده حس بالوجود الاله جواه، هو متاكد من على يقين من منه، لكن احنا ما نقدرش نشكه قدام، فده غموض. انما احنا بنقيس تاثيراته الايه الكهربيه اللي في المخ يعني. يبقى ده الترابط، وفي نفس الوقت في غموض لان لم تكتشف كل الامور بعد. هنا بقى بناخد بعض الجوانب اللي هي مرتبطه بالايمان الديني. الايمان الديني دايما في تزمت، اي طائفه اي دين لا يعترف باي دين اخر ولا يطيق اي مخالف ليه، والشروط القاسيه ومحاكم التفتيش والتزمتات اللي احنا عارفينها اللي احنا موجوده في الاسلام دي وفي غيره طبعا. معضله البشر انهم بيتشبثوا بايمانهم رغم، حاليا البشر متشبثين بالايمان اللي هو هذا الشبح اللي في مخهم، رغم ان في وجود دليل مضاد لفكره الخلق ان من ادم. هنا مش بنهاجم فكره الدين وخلق من ادم، ولكن المفارقه والتضارب العلمي ان النص التوراتي او اللي في الكتاب المقدس بيقول ان الخلق تم 6000 سنه، ده حاجه ماديه العلم بيقراها، بيقول ان الخلق خلق ادم من 6000 سنه، ومصرين المتدينين في امريكا بالذات مصرين الخلق بدا من 6000 سنه طبقا لنظريه دارون وطبقا للاثار الموجوده في الارض. احنا بنتكلم عن بلايين السنين، مش ملايين، بلايين السنين تطور الديناصور اتطور لغايه ما بقى طائر، وعشان يوصل ديناصور ابتدى من خليه حيه ثم سمكه. طب رغم وجود هذا الدليل المضاد الا ان المتدين متشبث بايمانه. ظاهره التشبث دي رغم ان ده دليل عقلي قدامه ودليل واضح، وخصوصا لما يكون متخصص، برغم ذلك ما بيقدرش يتخلى عن الفكره في دماغه. هي دي احد مظاهر الدين، التشبث بالفكره واليقين رغم، عشان اقول لك ايه، ما تناقشش واحد متدين او واحد متعصب في ايمانه. ليه؟ هو حر في ايمانه، ولا 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 مشكله. يبقى لا مناقشه في العقيده ولا ضغط في العقيده. انما من ناحيه العلم احنا لسه بنقول ايه، بنقول اه هو هذا الانسان رغم وجود دليل علمي مضاد الا ان هو متشبث بالفكره بتاعته. حاجه ثاني ان في تنبؤات حصلت بالذات في الديانه المسيحيه. المسيح وعد بان هو هيرجع في هيعود ثاني طبقا لنص التوراة والانجيل، يعني ان هو هيعود في حياه البشر اللي بيسمعوا الانجيل ده بيقروا الانجيل ده. كل الاجيال المسيحيين اللي ماتوا عاشوا وماتوا على مدار 2000 سنه كلهم كانوا مؤمنين ايمان مطلق ان سيدنا عيسى هينزل وهيجي لهم في حياتهم. اللي حصل الجيل الاول مات والثاني مات والثالث مات والالف مات، وبرضه مصرين على الايمان بهذا الاله ان هو هيجي لهم. احنا ما بنقولش انه موجود او مش موجود، احنا بنقول بالرغم من التنبؤات اللي هم بيقولوها واللي مكتوبه ماديا في الانجيل، برغم هذه التنبؤات الماديه الا ان الواقع المادي بيقول ما حصلش. هذا تناقض منطقي بيدل على ايه؟ على ان البشر المتدينين بيتشبثوا بايمان. هنا نظريه اليقين التيقن. فساد رجال الدين بالذات في الكنيسه الغربيه، فضائحهم مليانه وكل شويه الفاتيكان بيعتذر وبيحاسب بعض الناس وينقلهم وكلام زي كده، ومستمر التحرش الجنسي بالولاد بالاطفال بالذات، او اولاد وبنات بنفس الوقت. برغم هذا الفساد الكنيسه قائمه وعامله، طبعا ليس هجوما على الكنيسه ولا دفاعا عنها، احنا بنتكلم عن الواقع. في حقائق ان في فساد رجال الدين في جنسي بالذات. طب ده غير المالي، ده موضوع تاني. طب برغم هذا الفساد الناس برضو متشبثه وماشيه ورا الراجل ده، فمتشبث بايمانه رغم ان هذا الرجل فاسد وبيتحرش بالاطفال. ده تناقض منطقي. ازاي؟ هاو كم؟ ثلاث حاجات: في دليل مضاد علمي، في تنبؤات فاشله، في فساد. طب ليه بقى هم متشبثين؟ الحاجه الرابعه التكلفه الشخصيه العاليه. يعني حادثه نيويورك زي ما احنا شايفين كده، ان الطياره اللي كانت داخله دي كان هما الطيارتين الاثنين كان فيهم اكثر من 23 واحد مسلم من 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 اماكن مختلفه، في صلاح مش عارف مين المصري ده، انتحروا ودخلوا في وانتحروا. اذا هو عشان ايمان، قوه الايمان عنده واليقين اللي عنده وصل بيه الامر ان هو ينتحر، يخطط ويعمل طياره وينتحر. ما احناش محتاجين امثله، احنا عندنا بتوع داعش يعني موجودين في سيناء، كان اللي بيروح يفجروا نفسهم ويقتلوا اولادنا ويقتلوا شبابنا في سيناء وشعبنا في سيناء، ما نفس العمليه، مقتنع تماما ان هو حيجاد ويخش الجنه. دي قناعه، انا ما بقولش بقى ان هو غلط ولا صح، انا بقول الحقيقه انه قتل
قتلوا في سينا ناس وبتاع جنود وضباط شرطه واكلوا كده قتلوا، بغض النظر هم مقتنعين صح ولا غلط، دول كفره مش كفره، الواقع ان في ناس مقتنعين بفكره ما اسمهم داعش او اسمهم ارهابيين او اسمهم اخوان مسلمين، مقتنع تماما باللي في دماغه ان الجهاد ده فرض عليه، فنتيجه ايمانه القوي ده بيروح يفجر نفسه في سوق زي في العراق مثلا كذا مره، يفجر نفسه في سوق ويروح يختار سوق فيه ناس بتشتري وبتبيع ويفجر نفسه، مش بس في عساكر وضباط، بيضحي بنفسه. اذا الوجود الدليل المضاد ما بي ما بي ما بي ما بيزعزعش ايمان المتدينين، فشل التنبؤات ما بيزعزعش ايمانهم، التشبث بتاعهم واليقين، فساد رجال الدين ما بيرعمش، تكلفه الشخصيه العاليه انه يموت بنفسه برضه مقتنع بيها. دي احد الظواهر الايه المرتبطه باليقين، وهنشوف اليقين ده جاي منين، من المخ. احنا بنقدم اليقين ده عشان هنشوفه فين مكانه في المخ برضه. احنا بنقدم دلوقتي كل السلوك المتدين من اول فكره او احساس او ادراك وجود الاله، ثم السلوك اللي هو يموت نفسه او يرقد او يصلي او يترنم بايات مقدسه، كل دي مربوطه في جوه المخ. لماذا الكنيسه الكاثوليكيه مهووسه بالجنس؟ احنا اتكلمنا عن الايه، عن اليقين، دلوقتي نتكلم عن الجنس. علم السلوك ده من نتيجة علم السلوك العصبي اسمه نيورو إيثولوجي، إيثولوجي اللي هو علم السلوك العصبي. التطور يجدد ويبتكر بإعادة استخدام الموجود بالفعل. هنا في تطور الديناصور في العالمين ده تحت ده، كان إيديه كبيرة شوية، كان بيستخدمها في إنه يمسك الفرائس بتاعته. ده الديناصور المفترس اللي هو بياكل لحوم، مش الديناصور اللي بيمشي على أربعة اللي بياكل نباتات. فده اما كبر شويه وتطور شويه ايديه ما عادش بيستخدمها، رقبته طولت اكتر وبقه بقت اسنانه جامده قوي، فابتدى يستخدم دماغه بدل ما وبقه بدل ما يستخدم ايده، فايده ابتدت تبقى عطلانه مش شغاله. هل الطبيعه الجزء العطلان ده بتسيبه؟ لا، الطبيعه اكثر نظام اقتصادي في العالم في الكون يعني. فاللي حصل ان الايدين دي طلع لها ريش في 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 بعض الـ نقول ايه الـ الاخطاء الجينيه اللي بتحصل في الجينات، اللي هي سبب رئيس من اسباب التطور هو الخلل الجيني. احنا كلنا بنتولد بخلل جيني، ما فيش حد فينا ما عندوش خلل جيني. في واحد عنده خلل جيني خلاه عبقري وذكي، واحد تاني خلل جيني خلاه غبي، واحد تاني خلل جيني خلاه طويل قوي، واحد خلل جيني خلاه قصير قوي، واحد عندها خلل جيني خلاها جميله جدا، واحدة عندها خلل جيني خلاها مش جميلة. كل ده بخلل جيني، قوي واحد قوي واحد ضعيف. هنا بقى الخلل الجيني عمل ريش، الريش ده لما استخدمه باستخدام والممارسة ابتدى يطير وبقى طائر. اذا الديناصور اللي ماشي على الرجلين ده بقى طائر نتيجة اعادة استخدام الايدين. نفس العملية هنشوفها بقى في حالة المخ البشري واعادة الاستخدام. هنا طبعا الملاك الحارس في المفهوم الديني ما تطورش، هو بس طلع له ايه جناحين بس فجأة، ما فيش وراء تطور. ده المخيال الايه الديني اللي بيقولوه يعني. نشوف بقى الايه كلمة اعادة استخدام الموجود، اللي هنعيد استخدامه هو دايرة الدايرة الفطرية بتاعت الام في المخ. لما الطفل بيتولد الدايرة دي بتخدم عليه وبتلتصق بأمه وبتسبب بقاءه وأمه بترعاه، وبينتهي دور هذه الدايرة لما الطفل بيكبر. طب لما الطفل بيكبر الدايرة دي بتروح فين؟ بتختفي زي ايد الديناصور، ما بتختفيش، موجودة، ما زال موجودة في المخ. بيكبر يبقى راجل أنثى أو ذكر كبير. اللي بيحصل بقى إن الطبيعة عن طريق التطور عملت زي ما عدلت استخدام ايد الديناصور الى ريش وبقى جناح وطار، نفس العمليه بالظبط بتعملها مع الانسان، ان هو هذه الدايره بتبتدي تتحول الى رابط عصبي في المخ ما بين الذكر والانثى، فبيتطور زواج احادي، والزواج اساسه احادي، باعاده استخدام تشبث الطفل بالام وحولته الى لتشبث الرجل بالمراه، بدل ما الطفل متشبث امه فالراجل متشبث بالمراه والمراه بتشبث بالراجل. قبل فالكابل ده التشبث ده جاي من الدايره، نفس الدايره بتاعت الطفل لما كان متشبث بامه، سواء ولد او بنت. في الحاله دي التشبث ده بيحمل طابع جنسي، لان علاقه الرجل بالمراه ده علاقه جنسيه،
علاقه الطفل بامه مش علاقه جنسيه، لا هي فيها عنصر جنسي، لان دي ام سواء بنت او ولد بيرضع منها ومرتبط بيها ومحمي فيها ومطمن ليها وكلام زي كده. فنتيجه هذا الشعور تجاه الام واحاديه علاقه الطفل بالام، لما بيبقى راجل او ست ويتجوزه، الميل الغريزي، ودي معلومه جديده انا عرفتها، الميل الغريزي الاولي هو المونوجمي، احاديه الزواج، مش البولوجمي، مش تعدد الزوجات. الطبيعه ما فيهاش تعدد زوجات بالنسبه للبشر، البدايه ما فيش تعدد زوجات، تعدد الزوجات ده خلل جيني، انما الجين الصحيح هو انه الطفل مرتبط بامه بس، فلما يبقى ولد هيرتبط بمراته بس، ولما تبقى بنت هترتبط بجوزها بس، وما ينطقش يبص لواحده تاني. ليه؟ لان هو اصلا ما ينطقش يستغنى عن امه. هل طفل يقبل بديل لامه؟ استحاله. طبعا الحاله دي ما بتتنقلش 100%، بتتنقل بدرجات، من درجه مثلا نقول 10 لدرجه 90 او 100. فبتاع 10 و11 ده بيروح يتجوز تاني، بتاع 90 ده بيتنوا مع امه. في ناس بيتجوزوا مخلصين ومتجوزين بعض وحدين، ولا يمكن يفكروا الجواز ابدا حتى بعد وفاه زوجهم او زوجاتهم. ده حاجه في المخ عندهم ما يقدروش. في واحد تاني بعد يوم هو بيتجوز بيروح يلف على واحده تاني، زي ما انتم عارفين طبعا. يعني في جانب سلبي هنا لاعاده الاستخدام، اعاده استخدام الدائره الكهربائيه بتاعه المخ، او دائره بتاعه المخ دي. ان المؤمن زي تريزا، الام تريزا، بيعتبر زي الطفل، طفل بلا حول ولا قوه، وله مشاعر جنسيه تجاه اله ابوي. بتترجم المشاعر الجنسيه عن ترجمه، هي اوريدي تريزا دي عملت، كتبت حلم، هي حلمت حلم وكتبته، والحلم ده مشهور جدا، وده تمثال معمول لها هي بترجمه الحلم دي. حلمت بان هي تقابلت مع عيسى او الاله اللي هو الاب، الاله الابوي عيسى او جيسس، وكان جاي لها على هيئه ملاك وماسك في ايده حربه، والحربه دي اخرها في نار، وكان بيدخل الحربه فيها فبالنار بتلسحها، لكن بتبقى تشعر باللذه شديده جدا وتشعر بالالم. ففي تناقض هنا بقى، في الم، شعور بالالم نتيجه الذنب، وشعور باللذه نتيجه الاحساس الجنسي من علاقتها بالهها الابوي. فهو اله ولا زوج؟ هو جنس ولا روحانيات؟ هي دي الكلكيعه اللي ملهاش حل ومش مفهومه 100%. ففي النموذج الفطري بقى للام بيستمر حتى اهو، ده النموذج المخ اهو، الام، صوره الام مع طفلها موجوده جوه المخ، وهو الراجل كبير او الست كبيره ما بيفرقناش. المشكله في المسيحيه ايه؟ والمسيحيه ظاهره فيها، يعني ظاهره في الاسلام لاسباب ثانيه بس ده مش موضوعنا، ان النانز اللي هم الراهبات عايشين على اساس ان هم متجوزين كرايست، زي تريزا هنا كده، ما حلمت بان هي مش مارست الجنس مع كرايست، انه قابلته، فما قابلته قابلته مقابله غريبه جدا. فكل النانز او الراهبات الموجودين دول عايشين ومطمنين تماما، ودماغهم والدوبامين في دماغهم زي الفل، ان هم اوريدي متجوزين الكرايست، فواخدين الدوبامين بتاعهم 100%، عايشين بكده. هل ده حقيقي 100%؟ وهل ده المخ البشري يتحمل نزع الرغبات الجنسيه الاخرى منها واحلال هذا الوهم في المخ؟ هل ده كافي ولا مش كافي؟ ده موضوع دراسات وبحث كتير. الراهبين او الرجاله اللي هم القساوسه دول مش بيتجوزوا بقى الكرايست، لان هم رجاله مش هيتجوزوا الكرايست، هيتجوزوا مين؟ الشيرش. في الفلسفه المسيحيه حولوا الشيرش الى كيان، مش المبنى ومش المعنى، حولوه الى كيان وكانه كيان انثوي، فالرجاله بيتجوزوه. انت متخيلين ان دي العقيده المسيحيه؟ انا كان اول مره اعرف الكلام ده من الدكتور واثي، انا مش صاحب المعلومه. وكمان حاجه متناقضه، ان الجنس نفسه بيعتبر ذنب، خطيئه، الجنس خطيئه، sex is sinful، hence celibacy the virgin birth of Jesus. لان جيسس اتولد من ام عذراء، فنتيجه هذا الولاده العذريه، فالجنس اصلا في الثقافه المسيحيه سينفول، خاطئ، مخطئ، ذنب،
ليس شيئا يحتفى به، بالعكس شيء مقزز، ده حاجة وحشة. يبقى في نفس الوقت حاجة حلوة بنتمناها ان هما النانز بيتجوزوا كرايست، لكن مفيش جنس. وتريزا اما تحلم بما يشبه الجنس، والقساوسة الرجال ما يتجوزوا الكنيسة اللي هي بتعلم الجنس. ده هذا ما يقول واثي على الكاثوليزم is conflicted about this، متعارضة. الديانة الكاثوليكية متعارضة ومتصادمة مع بعضها فيما يخص الجنس، وده حلوله أنا لا أتدخل فيه. أنا بعرض ما يعرضه جون واثي. في جانب آخر محير برضو في المخ البشري وفي الصرفات البشر، برشر مكلكعين جدا جدا جدا، وهذا الكتاب جماله انه بيوضح كلكعات كثيره جدا، بيحط الاسس العصبيه في المخ الانساني لهذه الكلاكيع اللي احنا عايشينها. كلاكيع بنقولها او ما بنقولهاش، بنخبيها، بنتستر عليها بيننا وبين نفسنا، داخل الاسره، داخل المجتمع، داخل الكنيسه، داخل المعبد، داخل المسجد، حاجات بنخبي عليها اذا بليتهم فاستتروا. ففي بلاوي بتحصل بسبب المخ البشري ده اللي هو بيجبرنا على الحاجات. ففي جانب اخر محير، المخ بيجبرنا على تجنبه، هو زنا المحارم. المخ بيجبر الانسان على انه ما يمارس الجنس مع اخته ولا مع امه ولا مع خالته ولا مع بنت خالته، لان دول قرايبه. جه منين؟ من نفس الدائره بتاعت الام دي. دائره الام دي ربطته بامه هو بس، او ربطتها بامها بس. ف اي ارتباط اخر غير الام هيبقى خطأ بالنسبة للطفل، للدائرة اللي هي العصبية اللي في مخ الطفل. لما بيكبر بينتقل هذه الأحادية في العلاقة، العلاقة بزوجته بس، ولو أختها جنبها ما يبصلهاش، مش لأنه هو مؤدب، مش لأنه هو سمع كلام الأسيس أو كلام الشيخ، لا، لأن الدائرة اللي في المخ ربطته بأمه بس، فربطته بكذا. طبعا الربط ده ما بينتقل الدائرة دي من الطفل إلى الراجل الكبير او الست الكبيره ما بتنتقلش 100% او ما بتتنفسش بنسبه 100% او في جميع نواحيها، يعني هي معقده مش سهله، كلام عليها ببساطه يخلد معناها، لا، فيها نوعيه، فيها كم وفيها نوع، متنوعه في داخلها هذه الدائره، وفيها شده وقوه في اماكن وغير اماكن زي اي ظاهره طبيعيه ثانيه، كم ونوع. من الحاجات اللي أسوأ العلماء ان هي بتجبر الانسان على تجنب زنا المحارم، مش بالعكس. طبعا اللي بيعمل زنا المحارم واللي بيعتدي على بنته واللي بيعتدي على حفيدته واللي بيعتدي على اخت مراته او مرات اخوه، ده بيكون عنده هذا الاجبار مش موجود، في خلل جيني في مخه. انما المخ السليم يرفض طبيعي زنا المحارم، اللي بيسموه احنا عندنا في الثقافه المصريه، سواء اصلها ديني مصري قديم، يعني من الديانات المصريه العظيمه او من الاسلام المسيحيه، ان احنا بنقول ايه بالفطره كده، حاجه تقرف، يعني حاجه طبيعيه، احنا بنسميها حاجه طبيعيه. طب لماذا الدين مهووس بالجنس؟ في النيورو ايثولوجي، في اللي هو علم السلوك، في ثلاث حاجات مربوطين بعضهم، اسوهم في دماغ المجروب اللي هم على الشمال دول ستة من أشهر زعماء الطوائف اللي هم بيقودوا الطوائف بتاعهم وقادوهم إلى الهلاك. يعني الراجل ده جيم جونز خد القبيلة بتاعته أو الطائفة بتاعته وراح في أمريكا اللاتينية وشربوا كلهم سم وماتوا حبا فيه. هو كان متجوز 140 واحدة، منهم حوالي 40 واحدة بنت سن تحت سن 15 سنة، وكلهم يكادوا يعبدوه كأب ويحبوه كزوج ويخافوا منه جدا، وهو أصلا مهووس بالجنس. دي دراسات، والدراسات على الناس دي كلها أثبتت إن هم مهووسين جنسيا، وأثبتت إن هم نرجسيين، شخصية نرجسية. دي دراسات اجتماعية ودراسات نفسية تمت على زعماء الطوائف. ما بنتكلمش هنا على الأديان، احنا بنتكلم على الطوائف الدينية اللي بتحمل هذه الأديان جواها، هذه الطوائف الدينية بتمثل الأديان. لكن انا قصدي في كلامي محدد، ما بتكلمش عليها، بتكلمش على الأنبياء، انا بتكلم على اللي قدامنا دلوقتي، خدوهم وقاسوا لقوا ان هم عندهم يتحكم فيهم حب قوي جدا، لان الحب القوي ده بيمثل غريزة البقاء، النيوناتال سيرفايفل. النيوناتال سيرفايفل اللي هي رغبة البقاء عند أي حيوان، أي فار، أي دبانة تيجي تضربها تطير، عشان رغبة البقاء الغريزي.
فالحب عندهم اللي هو بيترجم إلى التجمع مع القبيلة والتزاوج وبقاء الفرد وبقاء القبيلة، هو بنترجمه كلمة الحب اللي هو البقاء الغريزي للفرد وللجماعة، عندهم قوي جدا يعني أكتر من الناس العاديين. الشهوة الجنسية، عندهم الشهوة الجنسية عالية جدا، رابطة جنسية مزدوجة ما بين الكبار. عندهم كمان بقى اللي هنا بقى إيه، التنقب، الاشمئزاز، عندهم إحساس بالاشمئزاز بيخليهم يتجنبوا زنا المحارم. إذن هذه الثلاث حاجات مرتبطة ببعضهم، حب وشهوة واشمئزاز، مربوطين في دماغ في المخ البشري في حتة واحدة. فده بيعمل نوع من الهوس، يبقى رافض الشيء وبيسيطر على نفسه عشان ما يعملوش، وفي نفس الوقت بيعمله، مش قادر يمنع نفسه. الكلمة نحن نقولها، مش قادر يمسك نفسه. هو ده، انت مش قادر يمسك نفسه ليه؟ رغم انه عارف ان ده غلط، او ده هو مش مؤذ، لكن الشهوة بتغلبه ورغبة الحب. إذن الثلاث حاجات دول هم اللي أسوهم. احنا مش بنتكلم عن تنظير، مش بنتكلم عن فلسفة، بنتكلم عن قياسات لسلوكية للسلوك لكل زعماء الطوائف الدينية أو كثير من زعماء الطوائف الدينية، بالذات اللي هم سببوا مآسي ومجازر في البشر اللي هم اللي حواليهم، ودي لقوا فيهم الثلاث حاجات دول. يعني الصورة دي صورة زنا المحارم، إن واحدة بتحاول تجبر أخوها أو حاجة وهو بيجري منها، دي صور في معصر النهضة. دي برضو واحدة بتجري من أخوها أو أبوها أو أي حاجة زي كده. هنا بقى السؤال بقى، لماذا الدين مهووس بالجنس الأنثوي؟ فبيقولوا بقى إن أكثر القساوسة زي ما قلنا بيتحكم فيهم الكلام ده، فبيترجم لإيه بقى؟ القساوسة دول بيترجموا الحب والشهوة والاشمئزاز كيف يترجم في سلوك زعيم القبيلة. هنرجع بقى هنا نشوف الإيه؟ الجانب الاجتماعي في الإله الشبح. الإله الشبح ده موجود في القبيلة، وهو هو 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 عمود القبيلة. فكيف الجانب الاجتماعي بقى لله الشبح ده إيه؟ إن زعيم القبيلة ده اللي هو أصلاً شيزوفراني نرجسي مهووس بالجنس، بتحسه على التحكم في أو منع السلوك الجنسي، الانضباط الجنسي في اللي عند بتوع المرمون وعند الأمش. أنا زرت الأمش في أمريكا في بنسلفانيا، الانضباط الجنسي رهيب، والعقاب فيه يعني زي ما في الإسلام المتشدد أو الإسلام المفروض، يعني الجنس ده مش متاح وما مش متعمل. العقاب طبقا للنصوص الدينية، حسب المتجوزة مش متجوزة، بيصل لحد الركب والقتل. يبقى هنا في تحكم أو في منع السلوك الجنسي اللي هو مش طبيعي. نتيجة إيه؟ الحب والبقاء الغريزي للقبيلة، هو عايز يضبط القبيلة عشان تستمر القبيلة، فبيبقى عنيف جدا في ضبط السلوك عشان القبيلة ما تفرضش منه. الحاجة الثانية، بالإضافة إلى دافع لا يمكن مقاومته نحو تلك والنواه، ففي دايما عنده دافع إنه يكسر تلك الموانع النواه. يبقى هو بيمنع الجنس وهو في نفس الوقت بيمارس الجنس مع 40 طفلة، الاثنين متداخلين جواه. الحالة دي بتاع جيم جونز ده، ومتكررة فيهم كلهم، في منتهى الصرامة والعنف مع القبيلة أو الطائفة بتاعته، وفي نفس الوقت عنده دافع باستمرار ما يقدرش يقاومه في إنه هو يمارس الجنس ضد اللي هو بيعمله، اللي هو التناقض بقى، اللي هو التناقض السياسي، تناقض الحكام، تناقض المؤسسة الدينية، تناقض مدعي الدين، تناقض مش رجال الدين، رجال الدين فيهم الصالح والطالح زي أي حاجة، لكن التناقض اللي احنا بنشوفه وبنتكلم عليه في القهوة أو في النادي أو في القعدة وهكذا. فده بيفسر كيفية هوس الدين بالجنس. الدين هنا مش الدين نفسه، الدين مش مخلوق، الناس اللي بيمثلوا الدين اللي هم ايه؟ زعماء الطوائف. السؤال هنا بقى التاني، طب زعماء الطوائف دول ليه الطائفة دي راحت مع جيم جونز ده وانتحروا معاه؟ وليه الراجل اللي انا في النص اللي تحت ده في اليابان لما راح فجر في الثمانينات فجر المترو الانفاق بتاع في اليابان، كان برضو له طائفه وبيتعامل معاها بمنتهى القسوه ومنتهى العنف؟ ليه الناس بتتبع الطوائف دي وبيؤمنوا بهم ايمان يكون كانه كالهه؟ لماذا؟ حاله اجتماعيه. وليه اتباع اي دين لا يطيقوا اي كلمه على دينهم؟ وليه يعادوا اي حد اي دين مخالف؟
وليه ليه في عنف في الدين في رفض الآخر؟ لماذا؟ لأن الطائفة دي مع الزعيم بتاعها كونوا معادلة للبقاء، فهم هو بيقودهم لأنه عادة قوي، عادة ذكي، قوي الشخصية، مقدام ما بيخافش، فبالتالي بيقدر يقود القبائل بمواصفات قائد مظبوط، لكن في نفس الوقت يعني نرجسي، فالنرجسية بتاعته دي بتنعكس في الحاجات السلبية، لكن الحاجات الإيجابية بتاعته مخليه قائد، والقائد بيقود القبيلة للنجاح. فالبخ البشري بتاع بقية القبيلة بيمشي وراه ليه؟ عشان هو مطمن له، نفس الإحساس بتاع الأم إنها مطمن لها، مستني منه إنه هو ينجح بيهم، مستني من رئيس الجمهورية إنه هو يصلح له الحل الاقتصادي، مستني من رئيس الجمهورية إنه هو هيخليهم في هنا وسرور، وبالتالي ماشي وراه ويقول أمين وماشي وراه. جو جونز ده كمثال، الناس اللي معاه راحوا وموتوا نفسهم زي ما احنا قلنا. بيمثل جون جونز والناس، جيم جونز ده والناس اللي هي زعماء الطوائف دي بيمثلوها، عملوا تجارب على حوالي 34 ألف واحد في أمريكا شخص، يعني لقوا 6.5% عندهم مواصفات النرجسية أو الشيزوفرينيا اللي هي بتاعت زعماء القبائل، يبقى 6.5% من عينة 34 ألف واحد. إذن هذه النسبة مش الطبيعة، التطور الطبيعي ما يقدرش يخلي نص المجتمع عنده هوس جنسي وعنده شخصية قوية، هيقتلوا بعضهم، وبالتالي الأقوى فيهم هو اللي بيبقى، فاللي بيبقى 6.5%، فيبقى كل واحد يعمل قبيلة هنا وقبيلة هنا وقبيلة هنا، ومن هكذا تتعمل القبائل والطوائف الدينية. في نفس الوقت نفس التطور الدين، التطور الجيني في العقلية بتاع القطيع ده بقى قطيع، التطور جينيا انه هو يؤمن ويمشي ورا زعيم الطائفة، هذا تطور جيني انثروبولوجي بحت، ما هوش اخلاق، ما هوش غباء، ما هوش غباء انساني اطلاقا، ده ذكاء انساني في قمته، عشان القبيلة تعيش يبقى لازم من زعيم قوي. اتهابن زعيم القوة ده عادة بيبقى نرجسي، دي اللي هي بقى الاثار الجانبية، بيسموها اثار جانبية. الناس اللي دول لازم يكونوا مش وراه، لازم يكونوا مخهم متركب ان هم مش وراه جينيا، عشان اللحمه بتاعت القبيله تبقى متينه، وهكذا عاشت القبيله. لو الناس دي ما مشيتش وراه وتفكوا في الصحراء او تفكوا في الغابه هيموتوا، مش هقدروا، مش هيتجمعوا مع بعض هيموتوا، فدول اتجمعوا، فاللي اتجمعوا على هذا القسم اللي بينهم، القسم الخافي اللي بينهم، ان واحد يبقى زعيم بعيوبه وقطيع ماشي وراه وريح مخه وراح يشتغل وياكل ويشرب ويتجوز ويخلف وسايب مسؤولية الحكم لزعيم القبيلة. مسؤولية الحكم كبيرة مش صغيرة، يعني في ناس كتير جدا بتستهتر بالموضوع ده، مسؤولية انك تحكم قبيلة او تحكم شعب او تبقى او مدير مسؤول عن عدد كبير كذا، ليست مسؤولية سهلة اطلاقا، واللي بيوصلوا لها بيكونوا مجهزين مخيا، مش عايز اقول نفسيا، مجهزين مخيل، دوائر مخهم مجهزة لهذا الموضوع. وعشان كده غالبا المديرين بيبقوا نرجسيين، وغالبا المديرين بيعتادوا جنسيا على السكرتيرات بتاعتهم، ده إذا ما جوزهمش يعني. في ترابط مثير للاهتمام وغموض مستمر برضو اللي احنا قلناه، بنلخصه تاني، تعلق بالأم، الإحساس بحضور الإله، القياسات اللي بتحصل في المخ بالنسبة للناس المتدينين، القياسات بالنسبة للفرو إسقاط على كده، وادي التجارب، صورة المخ نفسه. دي بقى احنا خلاص كده شفنا الادراك الحسي في المخ، دلوقتي هنشوف الريليجيوس فانتومز، الاشباح الدينية. ايه الشبح الديني ده؟ المخ البشري التصور لا يأتي فقط من مدخلات الاحساس، يعني بالعين في مدخل، هذه الصوره دي على المريخ، الصوره دي شهيره جدا، والوش ده اللي انا بعمل المؤشر عليه ده، ناس كل الناس قالت ده وجه على المريخ، وفي حضاره على المريخ، والدنيا والسوشيال ميديا وكلام زي كده، ان في حضاره على المريخ، وده تمثال الاشكال ده اقرب حاجه ليه يعرفها، واقرب حاجه بيتعامل معاها كل يوم،
ومحتاج ان يتعامل معاها الوجه البشري، بيتعامل علاقه صداقه، علاقه تعاون، علاقه خوف، علاقه منافسه، لازم يقرا كل تعبيرات الوجه. فالتصور الانساني لا ياتي فقط من مدخلات الاحساس ولكن ايضا مما يتوقعه المخ. يبقى المخ عنده توقع، عنده صوره اوريدي للوجه، واحنا بنشوف الصخره دي اوريدي راح نسقط دي على دي. في حاجه في ظاهره اسمها الفانتوم ليمب، لو الطرف الشبحي، لو واحد ايده مقطوعه بن 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 بيبقى عنده الاحساس ان ايده موجوده، وعملوا تجارب عليها وقياسات لقوا ان بنسبه كبيره جدا من سواء رجله او ايده او كلام زي كده عندهم احساس يقيني بالايد والرجل دي ماشي ما اتقطعتش. فالطرف الشبحي واضح بصفه خاصه لان المخ دائما يتوقع احساسات جسديه، بمعنى ان الدائره بتاعت الامومه اللي في المخ دي شغاله على الاحاسيس والادراك. لكن بقى القشره المخيه عندها، ده احنا لقينا في حاجه ثانيه دلوقتي، القشره المخيه في المخ عندها احساس بكل اجزاء الجسم، يعني الحته دي بتحس بالايد بالرجل الايد بالايد الشمال، والحته دي بتحس بايد اليمين، والحته دي بتحس برجل اليمين الشمال، والحته هي معكوسه كل ده. اذا في مناطق في المخ كده بتحس بالايه باجزاء الجسد، سواء الاجزاء دي موجوده او مش موجوده، ده هي اوريدي موجوده في السوفت وير، يعني صوره الايد دي والاحساس موجود في السوفت وير، سواء الايد دي موجوده او مش موجوده. ازاي موجوده او مش موجوده؟ عرفناها من التجارب اللي عند الناس المقطوعه دي، عرفناها من القطط اللي هي منعكسه بتاعت تضرب بايديها اللي مقطوعه، القطه دي ايديها مقطوعه لكن من بنوع انعكاسها بتاعت تضربنا بيها. طب هي شايفه بعينيها ان ايديها موجوده. بالتاكيد هذا عرض شيق جدا، انا اشوفه ومثير للاهتمام، واكثر ما يثير الانتباه هو ان الموضوع فيه يعني يحتاج الى نظر عميق وتحليل وتعمق بالتفكير، لان كثير من هاي القضايا اللي طرحها الاستاذ مسعد وهاي المخططات، انا اعتقد كل مخطط يحتاج تامل واستبطان للفكرة، وأيضا بما يساعدنا على أن نخرج باستنتاجات مختلفة عن السائد. أنا أظن الطروحات التي قدمها أستاذ مسعد مهمة جدا وتضيء لنا جوانب لم تكن معتادة حول الدين. كنا نتصور أنه الدين هو مجرد مسألة خارجية، ناس تعتقد أشياء، تجتمع معا، تصلي، تمارس طقوس، الأطفال عادة يؤمنون بالأديان وما إلى ذلك. هذا كله لم يعد كافيا لكي نفهم ما نحن عليه. هذا الطروحات اللي قدمها أن أستاذ مسعد تؤكد أن كل ما يحدث وفقا لتبريرات دينية أو غير دينية عقائدية بشكل عام، وهي بالصلب هي مسائل جماعية بشرية، هذه كلها لها جذورها البيولوجية وجذورها الفيزيولوجية وأيضا النيورولوجية اللي متخصص فيها علم الأعصاب. ريثما يعود الأستاذ هنا يبدأ الحديث عن موضوع الأطفال. الأطفال بالنسبة لهم هم عندهم رغبة بالاطلاع، هذا لن يحدث إلا عندما تتكون لديهم شيء ما يتعلق بالإمكانية أن يتصورون الأشياء بطريقة ما. هذا كيف يحدث؟ بعض الباحثين منهم باحث اسمه كيلمان ودياني سنة 2005 يقولون بأن الطفل يبدأ تتشكل لديه ما يمكن أن نطلق عليه كلمة أو مصطلح، أنه تتشكل لديهم نظرية في العقل. كيف؟ يقول هذه الأطفال صغار السن يبدأون بنسبة حالات عقلية معينة إلى أفراد موتى، أي أنهم لا يعتقدون بأن الكائنات الميتة هي كائنات ميتة إنما ما زالت حية. ف
فهذا معناه شنو بالنسبة لهذا البحث؟ يقول بأن هذا هؤلاء الأطفال لا يقتصر أمرهم على أنهم يفكرون بشكل ثنائي، لكنهم في الوقت نفسه يختزنون الافتراض بأن هناك حياة بعد الموت. ومن المثير للاهتمام حقا أن هذه المواقف المعرفية الأساسية، خلنا نقرأها جاي، في الطفولة المبكرة هي أي افتراض أفراد لهم علم بكل شيء والطريقة الغائية والثنائية في التفكير، هذه المواقف المعرفية تشكل أيضا الأساس لفروض نظرية حاسمة في الكثير من النظم الإلهية للأديان. هناك تناظر بين ما يعتقده الأطفال، وهذا أثبتوه مختبريا من قبل أو تجريبيا من قبل العلماء في أجروا تجارب على الأطفال، وجدوا أن الجوهر ما يعتقده الأطفال ويتصرفون على أساسه موجود في الأديان التي تؤمن بالآلهة خاصة، لأن هناك أديان لا تؤمن بالآلهة أو لا تقوم على أساس وجود إله. هكذا يقول، فإن هناك بحث باسم بلبوليا عد سنة 2007 يستنتج بأن الأطفال يبدون وكأنهم ولدوا لكي يؤمنوا، أي أن الإيمان جزء أساسي من تكوين الطفل. مسألة الإيمان ليست مسألة افتراضية أو يعني مكتسبة، إنما هي موجودة في صميم تكوين الطفل منذ الولادة. وهذا طبعا قال أستاذ مسعد، تحدث عنا بأن الطفل يشعر لديه معرفة بوجه أمه مسبقا حتى في أثناء الجنين، أثناء وجوده في الرحم، وحتى ما يخرج لديه قدرة على معرفة أمه وملامحها. هناك طرق لها علاقة بالحواس المختلفة موجودة بالسليقة لدى الطفل. وكيلمان أيضا سنة 2004 البحث لديه يلخص هذا الأمر حالة الطفل، يقول الأطفال يؤمنون بوجود إله بشكل حدسي، ويوضح بأن الإيمان بالرب لا يصل إلى أن يكون فيه أي شيء غريب أو خاص، على العكس من ذلك فإن هذا الإيمان يكاد يكون محتوما، أي أن مسألة لا يمكن أن التغاضي عنها أو عدم، يعني ليست افتراضية إنما مسألة حتمية لا بد منها. هكذا يطرح باحث آخر اسمه باريت سنة 2004 يقول في مكان آخر أن تصميم عقولنا يقودنا إلى الإيمان، وهي بصفحة 124، وأذكر لكم المصادر في الديسكريبشن الفيديو أو الحلقة هذه. أي أن تصميم عقولنا يقول، أكرر لأنها كلمة مهمة أو جملة مهمة، أن تصميم عقولنا يقودنا إلى الإيمان. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن التدين لا يلزم أن يتم تعلمه أولا تعلما شاقا، فالتدين على عكس ذلك ينتج تقريبا بشكل أوتوماتيكي من الجهاز المعرفي للبشر، في حين أن الجهد العقلي الفعلي إنما يتكون من نبذ العقلانيين للإيمان. شوف المفارقة، أن العقلاني ينبذ الإيمان بينما التركيب البيولوجية تدعو إلى الإيمان. هذا لا، هذا سويناه، هذا بس القطة عندما آخر شيء أتذكر قلت إنه القطة قدموا لها شيء وتعاملت على أنه لديها أطراف. تمام. عندنا مثال في تجربة الطرف الشبحي واضح تماما في حالة القطط الفقيدة للأطراف، دي قطة حقيقية. هذا شيء أوكي الآن ابدأ أوكي. ابدأ. إحنا عندنا كمان في حاجة معروفة عن الحيوانات، القطط والكلاب اللي فقد الأطراف. التجارب سهلة جدا، ممكن أي حد يعملها في البيت لو عنده يعني لسوء الحظ حيوان فقد طرفه. القطة دي اما بنقعد نمد لها ايديها بتضرب بايديها الشمال، ايديها الشمال مش موجودة.
لكن بتضرب، ما عنديش الفيديو مش عارف اعمل فيديو، لكن هي بتضرب بايديها، هي شايفه ايديها، هي شايفه بعينيها شايفه ايديها، لكن احنا شايفين ان ما لهاش ايد، لان مخها فيه الايد موجود. وهنشوف ازاي بقى الصوره اللي في المخ دي موجوده حاجه والتنفيذ حاجه تانية، زي تصميم مبنى وتنفيذ. عندك في 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 مخها التصميم بتاع الايد موجود والرسم وكل حاجه، وهي في الواقع مش موجود، لكن هي لما بتيجي تبص بتبص بمخها مش بتبص بعينيها. يعني المخ بيفرض الصوره على العين. ان توهم الجسد يختلف نوعين عن الاوهام الاخرى، حيث ياتي مع شعور بالتاكد مع سوف ان يظهر. بمعنى ان احنا الشعور بالام الشبح ديت اللي عند الطفل الصغير ده، عنده ادراك بامه، عارف انه هي ما موجوده، عارف انها هتعمله كذا كده، وبينتقل هذا من الدائره العصبيه للام في المخ، بينتقل لما الانسان بيكبر بالاحساس والبحث عن الاله اللي هو بيسميه جونس الاله الشبح. بيبقى في شعور بان الاله الشبح ده موجود، انما بالذات بالنسبه للاطراف اللي هي مقطوعه او مش موجوده، اللي هو التوهم الجسدي ده، بيبقى دايما مصحوب بالتاكد من المعرفه. يعني لو جينا للقطه وحلفناها على المصحف ان ده مش موجوده، لا يمكن. وهنشوف بقى بالنسبه للبشر يبقى عامله ازاي. ده جزئين في المخ يهمونا، القشره الحسيه الجسديه الاولى الاوليه، وفي القشره الحركيه الاوليه. القشره الحسيه اللي هي دايره رسمه الايد في المخ هنا البنفسجي دي، والحركيه دي الايد الفعليه، الاعصاب اللي هتوصل الحركه لعضلات الايد. فدي حسيه ودي حركيه حسيه، حركيه عصبيه. فالصوره بتاعت الايد موجوده هنا والقطه شايفاها، وبتدي اوامر للقشره الحركيه الاولى، القشره الحركيه بتدي اوامر للايد تتحرك، والايد بتتحرك فعلا طبقا للديزاين. فبالنسبه لها الايد موجوده، لكن ما فيش ايد مقطوعه. اذا حاسه بيها، اذا هي متاكده 100%. متاكده ليه؟ لان القشره الجسديه الاوليه فيها الديزاين. ازاي بقى المخ يمثل اجزاء الجسد؟ احنا شفنا الدائره بتاع منظومه الدائره الاموميه اللي موجوده في مخ الطفل اللي بتكبر، بتبقى دائره بتاع الاله الشبح. عرفنا دي موجوده فين؟ موجوده في الجزئين الاحمر والاخضر اللي احنا شفناهم قبل كده، مش متذكر الاسماء. انما في بقى تمثيل تاني في المخ لاجزاء الجسد، مش للاحساس بالام والسلوك تجاهها، مش الاحساس بالاله الشبح، لا، اجزاء جسدنا احنا. الديزاين بتاع اجزاء جسدنا، الخريطه بتاعت اجزاء جسدنا دي كلها موجوده في القشره المخيه. ده قدامنا نص مخ. ادي النصين هم. دي الحته دي، ده النصين، هم النصين فعلا في فاصل بينهم فعلا. الحته اللي بتمثل الرجل، الاعصاب، الركبه، الايد، الصوابع، الرقبة، الدماغ، الوش، الشرط الصغيرة دي اللبس مثلا، الشفايف، ده الوجه هنا هو، ده الجو الفك، ده الايد اند اي بول، ده العين، ده البراو الحاجب، الرقبة، النك، الثامب، الصابع، كل ده مناطق محددة بتحس بيه كل اجزاء الجسم. يعني ما بلمس الصابع دلوقتي، الحتة دي بتاع الثامب دي هي اللي بتحس في المخ. إذن هناك خريطة حسية في المخ بكل أجزاء الجسد، اللي هو في قطع. إيه بقى إيه علاقتها بموضوع ده؟ علاقتها بالتجارب اللي بيعملوها، إزاي يقيسوا المخ والحاجات، استكشاف الأماكن الإيه الخرائط المخية. هنخش على موضوع يمينة جدا. إحنا عرضنا دلوقتي المخ كيف انه فيه احساس بكل اعضاء الجسم. بنعرض ده ليه؟ لان في عضو هنا اهو شايفينه صغير كده، ده العضو الذكري، واللي تحته ده العضو الانثوي، ممثل في الناحيتين الاثنين. العضو الانثوي ممثل في الاثنين، لكن العضو الذكري ممثل في واحده. ده احساس بالمخ في المخ نفسه. هنشوف ازاي التطبيق كيفية الإحساس بعضو الذكر من عدمه في ظاهرة إحنا عارفينها وعاملة مشكلة إنسانية، اللي هم المتحولون جنسيا. يشعر المتحولون جنسيا أنهم محبوسون في جسد يخص الجسد الآخر منذ الولادة. الاثنين علماء دول
رامش اندران وماكوتش، دول عملوا ابحاث سنه 2007 طبقا لجون واثي زي ما بيقول يعني، ووضحوا فيها بالتجارب المعمليه والاثبات العملي العلمي الحاله بتاعت الحاله الجسديه، مش الحاله النفسيه او العقليه، لا الحاله الجسديه للمتحولين جنسيا. دي صوره الحته في المخ اللي احنا شفناها قبل كده، ادي العضو الذكري اهو، العضو الذكري ده مخ نموذجي لذكره توقع على ذكريه، ده هو ذكر عادي شايف العضو الذكري بتاعه وهو في دماغه عنده الخريطه بتاعته، العضو الذكري موجود في الخريطه بتاعته، فما فيش مشكله بين اللي في دماغه في مخه واللي على الواقع. فده ذكر طبيعي. الذكر اللي مش طبيعي بقى انه هو مش موجود الاعضاء الذكريه في مخه، هنا فاضيه مش موجوده، العضو الذكري مش موجود، اللي موجود عنده العضو الانثوي، فهو يحس بايه؟ يحس بانه انثى، بس هو واقعيا عنده عضو ذكري موجود قدامه ويقدر يلمسه بايده، لكن هو مش شايفه بمخه ومش مقتنع اطلاقا ان ده يخصه، هو حاسس فقط بالجزء الانثوي، ودي مشكله المتحول الجنسي. فهناك شيء مختلف في المخ. في تجارب بقى اتعملت عشان حته بقى الاطراف اللي هي الخفيه ديت، يعني ما تثبتش للاراء والدراسات النفسيه بس، او الدراسات الاجتماعيه او الدراسات الاخلاقيه، ان دول عندهم اخلاق او ما عندهمش اخلاق، ان دول اتعلموا على كبر ومش عارف ايه، لا ده الحاجات دي بتبدا في الطفوله، متلازمه الطرف الخفي بتبدا في الطفوله المبكره. في ازمه كبيره في العالم بالذات في امريكا، والموضوع ده شغل ناس كتير جدا. دي صوره بتمثل بنت قطع رجليها، الظاهره دي اسمها اكزينوماليا. اكزينوماليا دي التجارب بتتعمل من زمان. البنت دي قطعت رجلها لانها مش شايفه رجلها، مش رجلها الشمال مش في مخها اصلا، فقطعتها. ده مجرد تمثيل رمزي يعني. ايه بقى تجربه حقيقيه او حاله حقيقيه معروفه؟ واحده ست اتولدت من غير لا ذراعين ولا رجلين، لكنها بتحس بكل الذراعين والرجلين والاطراف والصوابع بدرجات مختلفه. وقياسات، القياسات دي بقى انا لن اتدخل فيها، لكن في النهايه هي مولوده فقط بالايه؟ بالجسم بتاعها بدون الذراعين ودون الرجلين. لكن مخها فوق الديزاين، التصميم الاصلي للعماره او للجسم، موجود فيه كل الاجزاء على القشره المخيه، في مكان للصابع ومكان وكذا، الاجزاء دي سليمه فوق في المخ، مش مقطوعه. لكن المقاول اللي كان بينفذ بقى الجسم ده في 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 الرحم بتاع الام لاسباب من اخر فساد ولا غيره، ما نفذش الايدين والرجلين، ساب المعدات وهرب. على مقاول ابن الكلب. فاتولدت الست الغلبانه دي بدون رجلين ولا ايدين. اما نيجي بقى نسالها نقول لها ايدك فين؟ تقول لك اهي هي شايفاها، وتمد دراعها الحته اللي من دراعها لفوق دي تروح مدها كده، تقول لك ايه ده وصابع اهو، يا ست انت ما عندكيش صابع، ازاي ادي الصابع وادي الصابع وادي الصابع، تقعد تعد لك صوابعها وتحركها. منين؟ من الديزاين، لانها بتقرا التصميم اللي في المخ. بس هو هذا غريب يعني، هاي منذ الولاده يعني هذا خلل ولادي بالظبط في من الجنين وهو لسه بطن امه. هذا موضوع يعني هذا اخطر بكثير. تصور مثلا ممكن كل واحد يعني مولود بهذه الطريقه والتصميم تشكل بهذه الطريقه، لكن أيوة لكن عندما هو منذ الولاده هكذا، هذا موضوع يحتاج نظر عميق اكثر يعني كما تقول يعني. الناس كتير مش عارفينه، وناس كتير معتقده جدا ان هم بيتهيأ لهم بعد ما اتولدوا. لا هو مولود كده، الناس مش فاهمين يعني، الناس اللي مش متخصصين مش فاهمين، والثقافه العلميه زي ما انت عارف مش موجوده عندنا. فحاجه زي كده يعني اكدوا بان هذا الاحساس بوجود الاطراف من قبل اشخاص ولدوا بدون اطراف اصلا. بالظبط كده، مش فقط يعني الاحساس موجود طرفه. ايوه، يبقى سواء اتقطعت ايده بعد ما كبر، او ايده مقطوعه اصلا المقاول ما نفذهاش، في الحالتين هو حاسس بيها. نسيب دي. اذا هناك صله ما بين الطرف الشبحي والوجود المحسوس. ايه الصله دي؟ هنشوفها ازاي. الوجود المحسوس اللي احنا قلناه ايه؟ اللي هي الدايره العصبيه بتاعه الامومه اللي موجوده في مخ الطفل، اللي اترجمت بعد الانسان ما كبر
وبقت احساس بوجود اله في المخ، اله شبحي، ده وجود محسوس. انما الطرف الشبحي ده ايه؟ مرتبطه بدوائر قشره المخ. احنا بنتكلم حتتين في المخ، الطرف الشبحي ده، شبحي ده موجود في القشره المخيه، والوجود المحسوس ده موجود في حتتين اتنين، اسمها الكامبس، انا بس بنسى اسمهم دايما، اسف. اللي هي القشره الحسيه الجسديه والقشره الحركيه الاوليه. ايوه، النيوكلاس اكامبس اللي هي الزرقاء دي، والقاعده ذاكره بس. ايوه، الزرقاء دي نيوكلاس اكامبس، اسمها البيزل جنجليا اللي هي النواه المتراكمه او التراكميه. الزرقاء دي اسمها النواه المتراكمه نيوكلاس اكامبس. الحمراء دي اسمها سوري انا اسف، الحمراء نيوكلاس اكامبس، لكن الزرقاء اسمها البيزل جنجليا. يبقى في جزئين، الجزئين دول هم المرتبطين بالدايره العصبيه بتاع الامومه في المخ الطفل. دي مش خريطه الجسديه، الخريطه الجسديه بره هنا بقى كده، لو السهم باين بره دي الخريطه الجسديه، فين الصابع، فين الرجل، فين 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 فين. انما في قلب المخ هنا هو الموضوع الحسي بالاله الشبح او الام، اللي هم البيزل جنجليا ونيوكلاس اكامبس. السهم حركة دور بالسهم حتى يبين أكثر لأنه هو صغير يعني. طيب أنا يعني هو يطلع السهم لكن خلي حركة 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 دورانية حتى المشاهد يشوفه بشكل أوضح يعني. أوكي. دي الحركة الدورانية فوق على القشرة المخية فوق، ده اللي هو فيه الإحساس بكل أجزاء الجسم، الرجل والإيد والصابع والأجزاء الجنسية وكل حاجة. إنما النيوكلاس أكامبنس والجنجليا موجودين في قاع المخ هنا. إحنا عندنا منظومتين، منظومة عصبية للأمومة موجودة في مخ الطفل وبتكبر مع الإنسان وترتبط بالإله، بعد كده بيستبدل الأم الشبحية بالإله، ومنظومة تانية منظومة الأطراف اللي هي موجودة على القشرة المخية اللي هي يتولد نقص منقوصة أو يتولد بها وتتقطع في حادثة ما. يبقى سواء ممكن تكون الطرف موجود ومش حاسة بيه نتيجة خلل في المخ، هنا بقى مش طرف مقطوع، لا ده طرف خفي، الطرف بتاعها موجود لكن مش شايفاه لأنه ممسوح في المخ. يبقى عندنا حالتين، يا إما ممسوح في المخ يا إما مقطوع في الواقع، زي كده الست دي مقطوع في الواقع لكن دي مقطوع في المخ فبتقطع اللي في الواقع مش عايزاه، ودي مقطوع في الواقع لكن في مخها موجود مصر على انه موجود. هو ده اسمه الطرف الشبحي. يبقى هناك صله بين الطرف الشبحي والوجود المحسوس. ايه الصله دي بقى؟ اللي هي اليقين. اليقين كل الاثنين بيتصفوا بصفه اليقين، الشيء اللي هي بقى صفه دينيه بعد كده زي ما احنا اتكلمنا على صفه الايه؟ صفه اليقين. الحتت المخيه دي مش هنخش في تفاصيل المخ يعني، ان عملوا تجارب على ايه الاجزاء اللي في المخ اللي بتسبب وهم حضور الاله ولكن ليس بذاته، يعني هو وهم انه موجود، مش موجود مادي لكن هو موجود. الجزء ده عملوا قياسات ليه على طائفه المرمون والناس القساوسه والمتدينين، الحته دي اسمها تي بي جي، انا اسمها مش اكتب، ما اعرفش تي بي جي اختصار ايه، جابوه قبل كده بس انا مش متذكره يعني. الترابط بين الحالات العقليه للطفل الرضيع والشخص البالغ يجب ان تكون واضحه من حيث ما احنا دلوقتي اللي عرفناه بعد ما شفنا الدائره الاولانيه بتاع الام والدوائر الثانيه، التصميم الثاني بتاع الاطراف الانسان اللي في المخ. لازم نتاكد من ثلاث حاجات دلوقتي في نهايه الكتاب. المكان المحلي في المخ فين؟ يعني الترابط بين الحالات العقليه للطفل الرضيع والشخص البالغ اللي هو ده، لازم نعرف المكان الصحي في المخ فين بالظبط، ثم بنقيس نشاط الخلايا العصبيه في المكان ده.
ثم بنقيس الحساسية للأدوية المخدرات. كل ده ليه؟ عشان كيف نتعامل بقى مع الحالات المرضية، أو نتعامل مع حالات التطرف الشديد أو الهوس الجنسي أو الأخ. يبقى يلزم نعرف المكان فين في المخ، ونعرف النشاط الخلايا فيه شكله إيه، ونعرف مدى حساسيتها للأدوية والمخدرات. يبقى في الحالة دي إحنا بنهاية الموضوع ده، إذا ثبتت صحة هذه الفرضيات طبقا للقلنا ده كله، سيكون لدينا تفسير طبيعي مؤسس على الآتي: على بيولوجيا تطورية، وشفنا التطور عمل إزاي في إيد الديناصور والرجل، وعمل إزاي في الدائرة الأمومية لما حولها لدائرة للجواز والأحاديث الزواج ولنبذ والقرف من زواج الزنا أو الزنا المحارم. ثم علم السلوك، وشفنا السلوكيات إزاي إن الإنسان بيتصرف، القطة بتحرك إيديها لكن هي مش موجودة، ده سلوك من القطة جاي من جزء في المخ بيدي أوامر للجزء اللي بيتحرك فبيسلك السلوك. الطفل عن طريق التعرف على أمه يبتدي يمد إيده، يبتدي يحس ببقه، ففي سلوك مبني على البيولوجيا التطورية دي. وعلم الأعصاب اللي إحنا بنقيس في المخ بنقدر نقيس بيه قياس مادي. يبقى علم السلوك هنا بنراقب وندرس العلوم السلوك، وده علم النيوروإيثولوجي. وبيولوجيا التطورية بندرس الأنثروبولوجي evolutionary biology. كل دي إثباتات علمية مش تصورات نظرية. وعلم الأعصاب بنقيس في المعمل فعلا المخ اهو الترتلة هي أو السلحفة، درسنا السلحفة إمتى بتتجه للبحر، إمتى بتتجه للشط، والجزء اللي في المخ بيعمل إيه، وبينور إمتى وبيعمل إمتى. والتطور شفنا التطور من أول الخلايا الحية لغاية الديناصور ما كان ماشي على إيد، والإيد اتعملت بقت إيه ريشة. إذن في الحالة دي إذا ثبت صحة هذه الفرضيات اللي قالها جون واث دي، فهيكون التفسير الطبيعي متأسس على علم حقيقي وليس على تصورات نظرية. وشكرا جزيلا. ألف شكر صديقي لهذا العرض الرائع والمتميز جدا، و يعني المثير لما لا يحصى من الأسئلة طبعا. لا جهد كبير ومشكور عليه، وبالتأكيد هذا يعني أعتقد يعني هذا توثيق لقضية يجب أن ينتبه لها الناس جميعا ويركزون عليها. ونادرا ما أجد شيء من هذا النوع في يعني في عالم اليوتيوب أو عالم الميديا بشكل عام، أو حتى عالم المعلومات بالكتب والمصادر المتوفرة لدينا باللغة العربية. أنا متفاجئ كثيرا بهذه المعلومات، والذي يفاجئني أكثر بكثير هو أن هنالك يعني هذا الربط بين المعتقدات الإنسانية، بغض النظر عن أنك ربما البعض يقول لك أنت عندك موقف من الدين أو لا، موضوع آخر أصلاً، لكن أو الدين أو المعتقد، هنالك ربط بين المادي وغير المادي. هنالك دائما رغبة عند الإنسان أو جماعات كثيرة من البشر بأن أو مو رغبة، قناعة راسخة ومتوارثة بأن عدم وجود ربط بين ما يسمونه مادي وغير مادي. لكن الذي قدمته وعرضته الآن يؤكد أن هنالك ترابط كبير ومنطقي وخاضع وقابل لأن يتم اختباره والتحقق منه. هذا الشيء يعني أعتقد أن على الجميع أن ينتبهون له جيدا. الذي يؤكد ماذا يؤكد هذا الكلام أو هذه الدوالتي؟ أعتقد صاحب الدوالتي بين المادة والجسم، الدوالتي بتاع الجسم، كان ديكارت أظن كان بيتكلم عن الجسم والروح، هو اللي بدأ نظرية الدوالتي أو ثنائية الإنسان. نعم. ما بين جسد وروح. خلاص وصلت أساسها الفكرة، لأن هو الإنسان يشعر أن هنالك شخص آخر داخله. عندما إحنا نتحدث تشعر بأن هنالك فاصل بينك وبين جسدك، تشعر بأن هنالك من يراقب نفس تراقب ذاتك، أو تشعر يعني هناك مسافة distance بينك وبين،
وهناك مسافة بينك وبين الآخر. هذه العلاقات، نمط العلاقات المختلفة هو العلاقة بالتطور كما يبدو، وممكن فهمه، ممكن تجربه، ممكن اختباره. هاي القضية الأساسية. هذا يأكد لنا حقيقة راسخة أو مو راسخة، الآن أصبحت راسخة بعد يعني بعد مليون سنة من تطور البشر أو الكائن البشري أو الهيومن سابينس. ملايين يعني هو 5 ملايين عندما ظهر إنسان الهيومن سابينس أو هيومن سابينس. آه من 5 سنين. إيه 5 أو 6 ملايين سنة. يعني فرع راح صار شمبانزي وفرع آخر صار شمبانزي كان قبلنا بشوية، قبل أيضا 10 ملايين سنة فرع راح صار غوريلا، وفرع راح صار هذا الإنسان الإنسان جاوا نسيت الأوري أورا. بس أنا ليه بس حتى عشان أكده، الدراسات المعملية اللي عملت اتعملت من أول الحشرات وبعدين الزواحف وبعدين الثدييات والطيور، يعني مش مكتفيين بالإنسان. ليه بقى؟ لأن هم ما قدروش يعملوا كل التجارب دي على الإنسان عشان لأسباب أخلاقية وأسباب منطقية. إنما يقدر يجيب فار ويشرح مخه، يقدر يجيب طائر ويشوفه بيغني إزاي ويعمل إزاي، يقدر يجيب سحلفه ويعمل تجارب عليه ويفتح مخه. فعشان كده لابد فهم هذا الموضوع من خلال نظرية التطور. يعني اللي مش مؤمن بنظرية التطور، مش مقتنع بنظرية التطور نتيجة اعتقاد ديني أو أيا كان ده، سيكون من المستحيل عليه أنه يفهم هذا الكلام. يبقى أساس فهم العلم ده هو، والعلم عموما، هو التأكد من أن نظرية التطور، وأن كانت دايما يقعدوا يعملوا ثغرات كده، الحتة دي ناقصة، الحتة دي ناقصة، نقص الحتت فيها ما ينفيش أبدا أنها نظرية متكاملة وصحيحة. فالدراسات دي مش على الإنسان بس، على من أول العناكب. لا لا، هو المفارقة الآن أنت أيضا أشرت إليها بطريقة معينة، أنه الذي يؤمن ويؤمن بهذه المعتقدات هو لا يشعر بأنه هو نتيجة تطورية، أو أنه خاضع لنظرية داروين في الوقت نفسه اللي هو يرفض نظرية داروين. لماذا؟ لأنه متمسك بمعتقداته. لهذا السبب أيضا هو لن يستمع لنا وليس في حاجة لهذا الموضوع. لماذا؟ لأننا قدمنا الجواب والشرح والتفسير لموقفه هذا، ونفهم حتى عندما يرفض الاستماع إلى هذه الحقائق وهذه التجارب الدقيقة والقائمة على حقائق وتجريبية دقيقة جدا، هو لن يبالي. وهذا يؤكد بأننا نحن نقول أنه لن يبالي، ليس هو الذي يقول لا أبالي بكم، لا، نحن نقول له أنت الذي تحليلاتنا تقول بأنك سوف لن تبالي، أن الانحياز التأكيدي داخلك سيمنعك من الاستماع لنا، ونحن نعرف هذا قبل أن تتحدث. أنت لاحظ عظمة العلم طبعا، وقدرته حتى على التنبؤ بشخص هو يرفض العلم أيضا ويرفض نظرية التطور، ويعني ليس انحياز لنظرية التطور اللي هي مسألة لا تقبل الشك ولا تقبل الجدل، لكنه يماحك ويماري ويدجل ويكذب ويلف ويدور لكي يقول لا يوجد نظرية التطور خاطئة. ويستمرون في هذه العملية. الآن أنا قبل البارح واحد بعث لي رسالة ما أعرفه، يعني قال لي أنا بدي أناظرك مسألة نظرية التطور. أنا طبعا ما أتناول قضية نظرية التطور إلا مرة واحدة تحدثت عنها ومرتين، وأتناولتها بزاوية خاصة بي، يعني ما ليست بالزاوية المطروقة، وأريد يناظرني. قلت له إيش تراد ناظرني؟ قال لأنه أريد أثبت بأن نظرية التطور خطأ. قلت له يا أخي يعني ذكرت هذا الإله الشبح، قلت يا هذا يعني هذا ما ينفع معه. قلت له أخي أنت مقتنع بموضوع خلاص، ما أنت ليش يعني ليش متعب حالك؟ مش محتاج نقاش. ما أنا أسأل عقائد تناقش. أنت محضر الجواب مسبقا وأنت جاهز، لأن فما يحتاج يعني على شو تناقش يعني. فسؤالي الآن لك هو، هل الله هو هذا الطرف المفقود، أو الإحساس الإنسان بأنه علاقته بالأم منذ طفولته
وارتصاله بالأم، وأيضا عندما يفقد طرف موقود، هل تعتقد أن الله هو، أو الإيمان بوجود إله هو إيمان بوجود طرف مفقود، سواء طرف مفقود يعني كأورجانيك أو شيء فعلا موجود داخل التصميم البشري، أو هو موجود باعتباره امتداد للأم؟ يعني الإله هل هو بديل عن الأم؟ أنا بالحلقة اللي فشلت أو فشلنا في يعني ما قدرنا يعني ما أتاحت الفرصة لأن تتحدث عن الكتاب بهذا التفصيل، قلت بأنه هو الحاجة إلى الأم، والله راحت الفكرة من بالي، الحاجة إلى الأم هي لها علاقة بالإله، وأيضا لها علاقة بقضية أساسية يجب أن ننتبه لها بالانقلاب الذكوري على الأمومي، لأنه عندما نجد الآثار ونراجعها نجد أن التاريخ الإنسان هو عمره 6 ملايين سنة، الإنسان يعني إنسان هومو سابينس، ويعني الذي وصل الإنسان نحن الهومو سابينس وليس السابينس هذا الذي نحن محسوبين عليه، كلهم كانت لديهم آثار على وجود آلهة أمومية. الآلهة الذكرية تم هذا الانقلاب قبل فترة قريبة بمقياس الزمن، قبل 3-4 آلاف عام ليس أكثر، فهذا دليل على أنه ربما يكون أنه الإحساس بوجود إله هو إحساس بوجود آلهة أم الجادس. يعني شو رأيك يعني الآلهة الأولى الأم المقدسة؟ يعني في أوروبا وجدوا تماثيل صغيرة كتيرة جدا فعلا من أكتر من 10,000 سنة، لقوا التماثيل بتاعة الأم المقدسة، لقوا في حتة كتيرة جدا، وكانوا بيزرعوها في الأرض، يحطوها في الأرض، يعملوا التمثال صغير كده ويحطوا في الأرض عشان الأرض هي اللي بتطلع الأكل، الأم يعني الأرض هي الأم. ولغاية دلوقتي إحنا عندنا التعبير ده، نطلق على مصر هي الأم، أمنا مصر هي الأم، صح أمنا، والأرض دي الأرض هي الأم اللي بتطلع. وفي الفكر مش عايز أخش بس أو في مش هتذكره، وهو العقائد أو الأديان المصرية القديمة، ربط السماء بالأرض، في ربط، في برضو في نوع من الأمومة ومن الجنسية برضو، عشان طلوع الحياة، صعود الحياة من الأرض والمطر من السماء، دي عملية شبه جنسية. نعم، لا هو حتى عندما ترجع على أساطير السومرية القديمة اللي يعني 4,000 سنة أو 5,000 سنة، الإنليل هنالك آنكي، الآن هو السماء وكي هي الأرض، فالإله آنكي هو ابنهم، الإله إنليل الآن وكي إنليل هو إله الهواء. وهذا كيف جرت عملية التلقيح؟ انه السماء امطرت، المطر هو مني الاله ان، بالضبط كده المني، هذا نفس الصوره المصريه، نفس الصوره المصريه بالضبط، نفت اللي هو اله الهواء كده، حتى من كلمه نفس الصوره بالضبط، نفس الصوره. ايه هو المطر هو المني الاله، الاله هو يعني شوف المفاعل المقابله. ممكن تحدثنا عن المؤلف واختصاصه ومدى انتشار او مدى تقبل الرأي الذي او يعني مدى تقبل النظرية او الفرضية التي طرحها بين الباحثين على الاقل، يعني او الرأي العام بشكل عام؟ هو جون واثي، بس اجيب ال يعني المشاهد يعرف انه هاي نظريه فرضيه، لكن هو يعني ما هي رتبه هذا الشخص بين العلماء؟ هو بروفيسور، هجيب بس الشاشه قدام بتاعتي انا قدامي. نعم، جون سي واثي هو عالم احياء متقاعد
يعني بطل تدريس دلوقتي، متخصص في الحوسبه البيولوجيه، وده تخصص جديد جدا يجرنا الى مفهوم بقى الذكاء الصناعي وازاي التكنولوجيا دخلت بيسموها كمبيوتيشنال بيولوجي او كوانتم بيولوجي، في علم بقى له فتره اسمه كوانتم بيولوجي، يعني بيتعاملوا مع الجسم الانساني باعتباره كمبيوتر، المخ بالذات، وبقيه الجسم باعتباره روبوت. يعني الموضوع ده موضوع كبير وبرضه ممكن نعمل فيه حلقات يعني. فهو متخصص في الكمبيوتيشنال بيولوجي، فاسمه كمبيوتيشنال بيولوجيست، تخصص ما حدش يسمع عنه ولا حد يتخيله. يعني ايه كمبيوتيشنال بيولوجيست؟ يعني عالم احياء بتاع كمبيوتر ولا عالم بتاع كمبيوتر بتاع احياء؟ الاثنين ركبهم زي ما تركبهم، يبقى هو اداره الجسم ككمبيوتر، ولكن الجسم ده بيولوجي. وبالمناسبه الذكاء الصناعي في جزء من الهاردوير بتاعه خلايا حيه، دي مش عارف المعلومه دي عند حضرتك ولا لا. حيه فعلا يعني، ده حيه فعلا وجزء اساسي، وده سبب الكفاءه العاليه جدا والسرعه العاليه جدا، لان الذكاء الصناعي متركب بتاعه بنفس النيورونز، طريقه حتى بيسموها نيورو، يعني انا مش متذكر دلوقتي طريقه تشبيك الهاردوير. الذكاء الصناعي خلايا بشريه من المخ، خلايا من المخ، مش عارف خلايا بشريه ولا حيوانيه، مش متذكر. بس ما احنا دلوقتي ما فيش فرق بين الخلايا، الخلايا بتاعتنا هي بتاعت الحيوان، بتاعت الفار ده 80% من. مش مشكله، المهم ياخدوا الدايره الكهربيه بتاعت الوظيفه بتاعت الام دي، يحطها في مثلا في الذكاء الصناعي تشتغل، انتهى الموضوع. فده كمبيوتيشن بيولوجيست، ده من ضمن المفاجات المذهله برضو بالنسبه لي يعني. زي ما حضرتك يتشمل يعني اهتماماته الالجوريثم. اتفضل. لا لا، وبعدين هذا بحث خاص، هاي استخدام خلايا بشريه في ال، يعني هاي مساله يراد لها حلقه خاصه. الذكاء الصناعي تشمل اهتماماته الالجوريثم التطور. كلمه الجوريثم يعني بنتكلم الجوريثم يعني البرامج اللي الكمبيوتر يعني. لا لا اعرفها يعني هذا اختصاص عجيب وغريب، evolutionary algorithms، يعني هذا ثوري يعني، وعلم حديث جدا او تخصص جدا يعني بوست 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 يعني. هما بيتصور الاتي، يمسك سلسله التطور دي، يمسك سلسله التطور من اول خليه حيه في المحيط لغايه ما بقت سمكه وطلعت من الميه، عمل لها الجوريثم او الجوريزم ونفذها على الكمبيوتر، والتطور شايفه قدامه على الشاشه. ده التصور كده، ده تصوري كمهندس مهندس فاهم الى حد ما البرمجه. فهو ما بنقول ايفولوشن الجوريثم، عمل الجوريثم للتطور الحياه على الارض، يعني من اول خلايا الحيه لغايه الانسان الجوريثم بالكامل، يعني زي ما احنا بنعمل الجوريثم يرسم صوره على الشاشه مثلا، ده زي كده. هذا التشابك ما بين البيولوجي والكمبيوتر، تشابك هو اللي هو الذكاء الصناعي نفسه، هو ده مشكلتنا حاليا. نعم. لا لا لا، كمان متخصص هو يقلد البشر، يقلد النظام البشري او نظام الاحياء، وليس ايوه بالضبط كده، هو فعلا ماشي في اتجاه النظام البشري. وكل الالجوريثمز الايفولوشنري الالجوريثمز لا يقصد به ربما يعني على المدى التطوري عبر التاريخ او تاريخ تطور الكائنات، انما حتى داخل الانسان الحي نفسه ممكن ان يصير عند الالجوريثمز ايضا، لان نظام العمل ولا بد ان يكون الالجوريثم، يعني اف او اف ذن نظام الحاسانك. كنت مبرمج في فتره قبل 30 سنه، كنت اشتغل على برامج واعمل برامج، فهو لابد يشتغل الانسان، لابد عند حيارات. نعم الصوت مقطع شوي، الصوت مقطع شوي. اوكي مش مشكله، كمل كلامك عن كده كويس. بس خايب، هو متخصص كمبيوتيشنال بيولوجيست وايفولوشنري الجوريثم واحياء، علم احياء النظام العصبي، يعني النظام العصبي يعتبره علم لوحده فصل عن الجسم. في الاصلاح الانتخابي، الانتخابي هنا مش معناه الانتخابات السياسيه، ان ازاي الجينات تنتخب الصفه الافضل، يعني مثلا صفته مثلا الطول، هل نخلي الصفه دي الالجوريثم يختار دايما الاطول
ولا اطول احيانا واقصر احيانا، او الاقوى والاضعف وهكذا. فهنا انتخاب، انتخاب في التطور بتاع الخلايا بتاع الجسم بتاع تكوين الجسم، يعني انتخاب الايد الست اللي ما كانتش مش موجوده دي ما انتخبتش، لم يحصل لها، لم يحصل لها انتقاء عشان تظهر. فالمقاول ما انتخبهاش. واحده من يعني قوانين داروين الاساسيه هي الانتخاب الطبيعي وال... ايوه بالظبط كده، انتخاب الطبيعي، الكلمه من انتخاب الطبيعي. وقد حصل على درجه الدكتوراه في علم الاعصاب اساسا، يبقى هو اساسا علم الاعصاب في جامعه يو سي سان دييغو، امضى معظم مساره العلمي في العمل على محاكاه الكمبيوتر لتركيب البروتينات. تركيب البروتينات ده اللي هو اساس الدي ان ايه واساس بقى المخ و... واحده من طبعا حتى لا حتى يكون كلامنا دقيق جدا، راح اتحدث عن البحث اللي قدمه. أنا سويت سيرش وتابعت الانتقادات التي وجهت إلى الكتاب وإلى فرضية المؤلف. بعض النقاد قالوا أنه قدم فعلا دراسة تستحق الاهتمام ومثيرة للفضول جدا حول الأصول البيولوجية للمعتقد الديني، لكن هذا مثل أي بحث، مثل أي فرضية لابد أن توجه إلها انتقادات. مثل بعض هاي الانتقادات ممكن اختصرتها يعني إلى خمسة انتقادات. أولا أنه اتهموه بأنه اختزل الموضوع. الاتهام الأول هو اتهام الاختزال، وهؤلاء النقاد قالوا بها قجادلوا بأنه أن المؤلف اختصر المعتقد الديني في العمليات البيولوجية وحاول أن يتجاهل أو تجاهل فعلا الجوانب الثقافية والاجتماعية والنفسية المعقدة التي تسهم في التجارب الدينية. وهذا يعني هذا شيء يعني بالفعل معقول، لكن أنا في رأيي جوابه بالفعل هو هذا الخطأ أو الخطأ أو القصور موجود، لكن لا 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 مجال للتلافي، لأنه هو متخصص في مسألة معينة لا يمكن أن يقدم دراسات شاملة للموضوع. رجع الآن السيد مسعد. أو الانتقاد الثاني يقول أن لا وجود لأدلة تجريبية كثيرة. فقال بعض النقاد أن حجج واثي هي تكهنات وتفتقر إلى أدلة تجريبية كافية لدعم هذه الادعاءات. ليش؟ لأنه يجادلون بأن علم الأعصاب لا يزال مجال متطور وفهم التجارب الدينية بالتالي يتطلب لسه سمعك دلوقتي يتطلب نهجا متعدد التخصصات وأوسع مما يكون. لكن هذا أنا برأيي الانتقاد ليس لا يمكن أن يؤثر على جهد الكتاب. نعم أنا معك. سامعك دلوقتي. كويس ممتاز. أنا بس جاي أغطي الفقرة يعني غيابك يعني. ماشي أوكي. بس أسوي المشاركة إذا عندك صورة أو ما يحتاج بعض الصورة ما نحتاج. خلاص وده الكتاب ده فانتوم جاد. والحاجه المهمه الناس تفهم الكتاب ده من اول الصوره الاولانيه ان ده 2022، احنا بنتكلم عن علم حديث جدا جدا جدا. ودي بقى المشكله زي حضرتك، انا بقى هشيل الصوره جانبا ونتكلم بعد كده. العلم بيتقدم بسرعه والتسارع، وانت جبت لفظ التسارع ده مهم جدا. احنا بنتكلم في 2022 والناس بتتكلم في 1920 او بتتكلم سنه 2020. فانا بقرا كتب احيانا، لناس محترمين وناس كويسين جدا وجامعيين وكلام زي كده. دلوقتي انا بفتح الكتاب مع الاحترام للجميع اشوف المراجع بتاعته والتواريخ بتاعها ايه، الاقي احدث حاجه في 2014 والباقي بقى الستينات والثمانينات والتسعينات وكلام زي كده. ده على طول روح قافل الكتاب ما اقراهوش. ليه؟ الفلسفه ممكن الفلسفه يجيب من اول ارسطو،
ماشي. انما في العلم في ساينس ده كل يوم في جديد، وكل يوم الجديد ده مش لازم ينفي القديم، بس بيطلع اخطاء فيه. زي ما قلنا النظريه دي فرضيات، هذه الفرضيات ممكن تثبت صحتها وتبقى نظريه متكامله، ممكن تثبت صحتها ولكن مختلفه شويه. انا لا اتوقع اطلاقا انها تفشل، لا اتوقع كمهندس كمثقف كعالم لا اتوقع اطلاقا انها تفشل، لان اوريدي الاساس بتاعها على الارض تجارب علميه ماديه. هي الفكره كلها في التفسير الماديات دي، التفسير ممكن ينحرف شويه يمين او شويه شمال، يطلع بشكل او باخر، لكن في النهايه النظريه دي هتبقى زي نظريه التطور. اي نقص في نظريه التطور لا يجعل منها نظريه ناقصه او لا تفسر الواقع، يتفسر الواقع. ما احناش قادرين نفسر بالظبط دراع الديناصور اتحولت بقت ريشه وبقى جناح، ما عندناش التفصيله دي، لكن احنا متاكدين 100% ان دراع الديناصور الاولاني هو ده اللي بقى جناحات في الطائر، وهكذا. فده ردا على سؤالك، هل هو الله؟ لا، هو دي فرضيه ومنهج علمي، اذا ثبت هيبقى ما يحس او يظن او يتاكد منه عند البشر من انه هو. يعني تعضيدا لكلام الاستاذ مسعد اقول واختم، ربما صارت اشكالات كثيره لكن هو الفكره الاساسيه وصلت. باختم باقول بان الذي قدمه الاستاذ مسعد وهذا الكتاب الحديث جدا وهو اصدار 2022 واثار جدل كبير ولجدته وايضا لاستناده الى حقائق علميه وتجارب دقيقة جدا. أنا عندي اطلاع سابقا على موضوع مشابه حول مسألة الأطفال وعلاقتهم بالأم، وأن الأطفال هم الذين ابتكروا فكرة الإله، وهم أول الذين آمنوا بوجود إله. أرجع الآن السيد مسعد، وهنا أقرأ كلام جميل. أنا راح أختم وأقول أنه هناك أيضا بحوث أخرى تعضد ما قاله واثي صديقي مسعد، وهذه البحوث أيضا من علماء متخصصين في هذا المجال والمصادر موجودة لدي. يقول أنه إذا كانت يعني فكرة هؤلاء الباحثين ماذا يقولون، هم أيضا أمريكان ومتخصصون من مجالات قريبة لتخصص الأستاذ واثي، يقولون بأن إذا كان الدين امتداد للحياة الاجتماعية فمن أين تأتي، وهو بالحياة الاجتماعية مسألة طبيعية، بس السؤال هو يقول لك دائما من أين يأتي الإحساس أو وجود فكرة ما هو فوق الطبيعي. فيقولون أو وجدوا أنه كثير من الباحثين وجدوا بأن ما هو فوق الطبيعي يحتمل أن تكون ملمحاً من المعرفة في الطفولة حتى قبل وفود أو قبل يعني تطور البشر المعاصرين لنا. ويقول هنالك عدد كبير من الأبحاث في سيكولوجيا النمو خاصة متخصصة في مسألة النمو، هذه الأبحاث دلت على أن الأطفال لديهم ميل طبيعي إلى التفكير فيما هو فوق طبيعي. لاحظ العبارة، الأطفال لديهم ميل طبيعي إلى التفكير فيما هو فوق طبيعي، وأن هذا التفكير يخدم هدفا تكيفيا، يعني ليس هو مجرد عبث لا ولا لعب، هو يخدم هدف تكيفي. لماذا؟ فهو لأنه يساعد الأطفال على شحذ مهارات الاستدلال الاجتماعي الضرورية للقيام بوظيفتهم بنجاح كبالغين. وهذا التفكير فوق الطبيعي له ميزة انتخابية مع تزايد تعقد العالم الاجتماعي تزايدا، وهذا التعقيد العالم الاجتماعي للإنسان بدأ منذ نحو 100,000 عام مضت، ونجد هذا عند أسلافنا. وكيف نجد هذا؟ نجد أن البالغين سابقا كانوا أكثر براعة في مهاراتهم الاجتماعية
هؤلاء هم الذين كانوا من الأطفال الذين ينزعون للتفكير بطريقة فوق طبيعية أو يحلمون. أختصر الموضوع وأقول هذه الأبحاث التي تتعلق بالنمو أكدت على أن تفكير الأطفال فيما هو فوق طبيعي له أشكال متعددة، 7 أشكال. الشكل الأول، الأطفال من عمر 12 شهر يعالجون صور الكمبيوتر كأشياء قصدانية برغبات وأهداف، وأما الأطفال من عمر 6 شهور فيصدرون أحكاما أخلاقية بين قوسين بدائية تتأسس على المقاصد. ثانيا، الأطفال الرضع يعالجون الشيء الذي تتناسق حركاته مع حركات الطفل ويعتبرونه شريك اجتماعي حقيقي. الأطفال من سن 2 إلى 6 أعوام يظهرون استدلالا مؤنسنا غائيا. ماذا يعني هذا الكلام؟ أنهم ينظرون إلى الشمس ويقولون هذه الشمس تسطع من أجلي، وهذه الشمس موجودة لكي تبقيني دافئا، أو أن الرياح تهب لمساعدتي في أن أطير طيارتي الورقية. هذه أجوبة حقيقية للأطفال، ليست افتراضات ولا نكتة. هاي دراسات قدمها بياجان بياجيل والفيلسوف المفكر الفرنسي المعروف. أما الأطفال الأكبر سنا من 6 سنوات فهؤلاء يربطون بسهولة بين الأحداث الطبيعية والسلوك الأخلاقي. مثل ماذا؟ مثل انهيار جسر. لماذا انهار هذا الجسر؟ لأن الأطفال الذين ساروا فوق هذا الجسر سلكوا سلوكا سيئا. هاي بياجيه اكتشفها سنة 1932 و1965. أما الأطفال 7 سنوات و8 فما فوق فهؤلاء يفضلون التفسيرات الغائية لخصائص الأشياء الطبيعية. مثلا الصخور مدببة حتى لا تجلس الحيوانات عليها، يعني شوف الربط. يعني حتى لو قالوا لهم مثلا ان يعني بشكل خاص ان البالغين يطبقون تفسيرات فيزيائيه مثل التآكل، هذا باحث اسمه كيرلمان 1990. الحاله الخامسه، هناك دراسات المقارنه الثقافيه وجدوا بان الاطفال يفضلون، هاي مهمه، يفضلون أن يكون الرب سبب وجود الأشياء المتحركة وغير متحركة بدلا من أي أسباب أخرى. وأيضا الفقرة السادسة، أن الأطفال يشكلون نظرية للعقل حول الرب قبل أن يشكلوا نظرية حول البشر الآخرين. وأخيرا، حسب دراسات المقارنة الثقافية، يشيع بين الأطفال وجود أصدقاء متخيلين أو شركاء لعب مزعومين يكونون مصحوبين بكفاءة اجتماعية متزايدة. المهم، النتيجة أن الأطفال يعني يتصورون عالم يعج بالحياة والقصدانية، وهذا يدل على أن الدين يتبع ميكانيزم من تعزيز التفحص الاجتماعي المدقق. قد أفاد هذه المهمة أفاد في زيادة التماسك والتعاون الاجتماعي. وشكرا جزيلا. وأعتقد الآن الأستاذ مسعد، كيف تود أن تختم الجلسة؟ ما عنديش كلام أقوله أكثر من الملخص الجميل اللي أنت عملته، والزيادة الحقيقة المكملة تماما وبتفتح الموضوع قوي قوي قوي، فبالتالي هو موضوع بلا نهاية تقريبا يعني. فلننتظر نتائج تجميع هذه الفرضيات ومدى إثباتها. وسلامي لحضرتك وشكري لحضرتك لهذه الفرصة. شكرا جزيلا. وشكرا لمشاهداتك ومشاهدينك الكرام. شكرا جزيلا. وفتكم بالعافية. الله يخليك. شكرا جزيلا. وموعدنا لجميع الأصدقاء أنه احنا سنحاول أن نقدم شيء العلاقة بالذكاء الصناعي. وذكر شيء مهم أنا أعتبره، قال أنه هناك استخدام لخلايا بشرية حقيقية في الروبوتات والأجهزة الذكاء الاصطناعي.
يعني كل أمل بأن الأستاذ مسعد يقدم لنا مادة من هذا النوع. شكرا جزيلا، و يعني أشكر صبركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء قريب. مع السلامة. مع السلامة.